مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي ليلة، وهنبدأها قبل ما نتحدث عن كرة القدم وعن أخبارنا الرياضية. بالتأكيد حضراتكم عارفين النادي الأهلي مرتبط بقضايا وطنه إلى أبعد مدى. هذه المؤسسة الكبيرة، البيت الكبير، النادي الأهلي مرتبط بكل ما يسعد المصريين وكل ما يطمئن المصريين، وإحنا بالتأكيد كلنا سعداء النادي الأهلي الكيان بأكمله. قناة النادي الأهلي، النادي الأهلي، مسؤولين في مجلس الإدارة وأعضاء وجماهير وكل المرتبطين بهذا الكيان الكبير والمحبين له داخل وخارج مصر، بالتأكيد بتسعدهم أي أخبار بتدعم الاستقرار المصري والعربي وتحافظ على الأمن القومي المصري والعربي والتعاون اللي بيحدث بيننا وبين أشقائنا في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط وفي عالمنا العربي المحيط بنا، للقضاء على جذور الإرهاب وللقصاص من العناصر الإرهابية والخارجة على القانون اللي بتستهدف استقرار مصر أو استقرار المنطقة. وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله قادر أن يحفظ مصر بإذنه تعالى من كل شر ومن كل سوء. هننتقل بعد طبعا الأخبار اللي بيتم تداولها واللي بتسعدنا جميعا، اللي فيها تحرك لأجهزة الدولة والحفاظ عليها، الحفاظ على الداخل المصري وعلى حدودنا أيضا وعلى المحيط اللي بيمثل لنا الأمن القومي المصري، اللي دايما بنقول أنه ممتد إلى أبعاد العالم العربي والشرق الأوسط بأكمله، وأنه لا ينقسم ولا يتجزأ بأي شكل من الأشكال عن الأمن القومي للمنطقة بأكملها. عشان كده مصر بتكون دائما أبدا شريك في كل قضايا الأمن القومي ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه وحماية هذه المنطقة، اللي دائما أبدا المسؤولين في بلدنا مدركين وعلى وعي كامل بأن أمننا القومي بيبدأ من الأمن القومي لكل جزء من الأراضي العربية والمنطقة الشرق أوسطية. هننتقل للحديث النهاردة عن طبعا المباراة. بالتأكيد النادي الأهلي لا يسعده غير الفوز ولا يرضى عن الفوز بديلا في أي لقاء محلي أو دولي. بالتأكيد نتائج مباراة الأمس لم تكن مرضية لنا جميعا. فوز الاتحاد السكندري على الأهلي 4-3 في هذه المباراة في الدوري المصري، ده هيكون له نصيب كبير من حوار النهاردة والقراءة والتحليل لهذه المباراة وأسباب الهزيمة وكيف نتجاوزها سريعا، لأن ما عندناش وقت. ارتباطاتنا كتيرة جدا محليا ودوليا، كاس مصر والبطولة العربية واستكمال مشوارنا في قبل نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي، فضلا عن المنافسة على اللقب المفضل للنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره وهو الدوري العام المصري اللي إن شاء الله هنفوز به رغم هذه العقبة أو التعثر في أي لقاء أو أي مباراة من المباريات. وهذا لا ينتقص من حق المنافسين، وكل التحية والتقدير طبعا، وبنقدم التهنئة لفريق الاتحاد السكندري، قدم مباراة جيدة فنيا وبدنيا وفوز مستحق بهذا اللقاء. لكن بالتأكيد اللي بيهمنا في المقام الأول هو قراءة أسباب هذه الهزيمة وكيف لا تتكرر أو كيفية تفاديها في لقاءاتنا القادمة. ما عندناش وقت للتوقف كتير عند هذه المباراة، والاستعدادات مستمرة وجارية على قدم وساق في تدريبات الفريق الأول بقيادة الجهاز الفني، بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني والكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، والاستعدادات جارية لكافة الارتباطات. عندنا مباراة مهمة جدا بعد 48 ساعة في كأس مصر في دور ال 32، وزي ما حضراتكم تعودتوا ان النادي الاهلي قدروا دائما ابدا المنافسه على كل الالقاب والبطولات والمنافسات اللي بيكون طرف فيها او بيشارك فيها. نذهب الى هذا الحوار بعد قليل مع نجمنا، واحد من نجوم الكره المصريه، المنتخب الوطني والنادي الاهلي سابقا، الكابتن محمود ابو الدهب. هيكلمنا عن رؤيته لهذه المباراه والمباريات القادمه ورؤيته لمشوار الاهلي سواء في البطولات المحليه وخاصه في الدوري العام، لسه هنبدا طبعا زي ما قلنا لحضراتكم مشوارنا في كاس مصر يوم الاربعاء المقبل، وايضا هنتكلم عن البطولتين، البطوله الافريقيه والبطوله العربيه، وفرص النادي الاهلي في البطولتين بعد ما اقتربنا جدا باذن الله من العوده للصداره في القاره الافريقيه، ومنها ان شاء الله الى المشاركه مره اخرى وبقوه وبنتائج افضل باذن الله في كأس العالم للأندية. هنتكلم عن استعدادات النادي وعملية التطوير اللي بتجري في النادي وكل الأمور المتعلقة بالتطوير بشكل عام والنهوض بأمور كرة القدم بشكل خاص. كمان هيكون عندنا أكتر من تغطية وأكتر من لقاء مصور ومميز جدا. عندنا تصريحات لوزير الشباب والرياضة يتحدث فيها عن الدور المجتمعي الإيجابي للنادي الأهلي المصري وارتباطه بقضايا وطنه وقضايا مجتمعه. كمان من خلال التقارير اللي هنتابعها مع حضراتكم، عندنا إشادة من وزير الشباب والرياضة بدور قناة الأهلي واللغة الإعلامية اللي بتتحدثها قناة الأهلي وتناولها بشكل موضوعي وبعيد عن التعصب أو عن الخروج عن اللائق أو عن أي شيء يغذي التعصب أو أي نوع من العصبية أو التجاوزات في الوسط الرياضي، ودعوتنا الدائمة إلى أن يتسم الجميع بالسمات الطيبة والحسنة حتى لو اختلفنا في وجهات نظرنا في الأندية اللي احنا بنشجعها، في وجهاتنا أو توجهاتنا أو أهوائنا الرياضية، لكن في إطار حبنا للمجال الرياضي ورغبتنا في أن تنجح الرياضة المصرية وتزداد نجاحا على كافة المستويات، سواء كنا
كنا بنتكلم عن المنتخب الوطني، عن المنتخبات او الانديه، سواء بنتكلم عن كره القدم او اي رياضه اخرى، يهمنا تبقى الصوره ايجابيه، النجاحات المصريه بتسعدنا، ويهمنا ان يكون دائما الاختلاف والخلاف في الوسط الرياضي داخل الاطار المقبول والمرجو منا جميعا. كمان هنتكلم عن عدد من الأمور المتعلقة بكيفية النهوض بأمور كرة القدم والرياضة في مصر، وده اللي بيتم بحثه حاليا. تطوير منظومة الإعلام الرياضي، الخروج أو عبور المشكلات المحيطة بالوسط الرياضي، والوصول إلى مرحلة فيها تنسيق وتجاوب وتفاهم بين كل الكيانات الرياضية في مصر، سواء بنتكلم عن اتحادات أو أندية أو كل ما يتعلق بالمسؤولين في الهيئات المختلفة التي تنظم وتدير أمور الرياضة المصرية. النادي الأهلي والرؤية الفنية للنادي الأهلي في هذا التوقيت، آخر أخبار وكواليس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي من خلال هذه الرسالة وهذه المتابعة من أرض الملعب، مقر تدريب الفريق في أهلي الجزيرة، مع زميلنا شريف شعبان مراسل قناة الأهلي. مساء الخير يا شريف. نور أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا بيك، سعداء بمشاركتك ومتابعتك لتدريبات الفريق الأول، يا ريت تقول لنا آخر الأخبار. يمكن التمرين انتهى منذ قليل، يمكن كان بداية التمرين في الساعة 5 مساء. حرص الجهاز الفني بقيادة طبعا مستر كارتيرون أو مسيو كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي والكابتن محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكورة ومدرب العام في اجتماع مع اللاعبين استمر حوالي 20 دقيقة. كان في محاضرة كبيرة عن مباراة الاتحاد السكندري بالأمس طبعا بعد الهزيمة، وكان في شد من عذر اللعيبه الفتره المقبله مش محتاجه اي خساره، داخلين في بطوله كاس عاوزين ينافسوا عليها، بطوله افريقيا طالبين، بطوله افريقيا، بطوله عربيه، بطوله دوري كالعاده، النادي الاهلي اي بطوله بيشارك فيها لابد من الحصول عليها. يمكن استمر الاجتماع حوالي 20 دقيقه، بعدها نزل اللاعبون الى ارض الملعب والجهاز الفني، يمكن كان حوالي الساعه 5 وثلث. يمكن كابتن مصطفى كمال انفرد بتدريب حراسه المرمى مع الكابتن شريف اكرامي والكابتن علي لطفي ومصطفى شوبير وحارس اسمه رمضان، يمكن استمر معاهم طوال التمرين. يمكن علي لطفي انسحب من التمرين وكمل ريكفري مع اللاعبين اللي شاركوا بمباراه الامس زي اسلام محارب، اكرم توفيق، حمودي، صابر رحيل، يمكن اللاعب وليد سليمان واللاعب مؤمن زكريا ما تمرنوش، يمكن اكتفوا بتدريبات جيم بسيطه. النهارده كابتن احمد فتحي عمل اشاعه وفي انتظار النتيجه علشان خاطر يحدد فتره غيابه عن الملاعب، يمكن شارك النهارده. احنا اللي عرفناه ان احمد فتحي عنده كدمه اعلى الركبه، ومؤمن زكريا بيعاني من خلع في الكتف. واحمد ما كانش احمد راح النهارده عمل اشاعه وما جاش. احنا ده اللي عرفناه من زملائنا يعني في غرفه التحكم او الكنترول، زملائنا فريق الاعداد في البرنامج، اطمأن على نجمنا الكبير احمد فتحي، وعرف طبعا ان نتيجه هذا الكشف او توقيع الكشف الطبي عليه حتى الان ما تاكدنا منه هو انه مصاب بكدمه اعلى الركبه. مؤمن زكريا اللي عرفناه كمان انه عنده خلع في الكتف، لكن التفاصيل واحتياجه لفتره علاجيه مداها الزمني قد ايه ده لسه هيتحدد طبعا، او لسه لم نصل الى كل هذه التفاصيل. اتفضل يا شريف. لسه دكتور الفريق ما حددش فتره غياب مؤمن واحمد فتحي عن الملاعب قد ايه، يمكن هيقول النهارده او بكره بالكثير جدا. خليني اقول لك ان النهارده شارك في التمرين من الامس، يمكن بيشارك ميدو جابر، والنهارده ظهر بشكل متميز اعلن جاهزيته لمباراه الكاسنه المقبله يوم الاربعاء الساعه 5 في استاد السلام. يمكن النهارده كان في فتره تاهيل مع المؤهل الكابتن طارق عبد العزيز، شارك فيها سعد سمير، شارك فيها حسام عاشور، شارك فيها محمد نجيب، شارك فيها صلاح محسن. يمكن الار كان لهذه المباراه القادمه، يمكن حسام وسعد، انا كلمت مع حسام وسعد للاسف قالوا لا صعب نلحق هذه المباراه. يمكن مباراه الكاس يوم الاربعاء بالنسبه لحسام وسعد صعب، من الصعب لحقهم بهذه المباراه. سعد سمير وحسام عاشور. طيب وبالنسبه للسوليه موقفه ايه من المباراه او جاهزيته؟ شارك النهارده في التمرين وظهر بشكل متميز وطمئن جماهير النادي الاهلي. يمكن النهارده في التقسيم كان الجهاز الفني حريص يعمل في وسط الملعب تقسيمه صغيره للتسلم والاستلام لمسه واحده علشان خاطر الضغط على المنافس، وظهر فيها ميدو والسوليه بشكل متميز. بعديها عمل تقسيمه يمكن خماسي، تقسيمه صغيره ايضا ظهر فيها
بشكل متميز. ميدو جابر اعلن جاهزيته، يمكن احرز النهارده هدف عالمي باكورد، هدف رائع جدا يمكن لفت الانتباه. اعلن ايضا بجاهزيته لمباراه الترسانه وبالتبعيه طبعا فيما بعد الترسانه. يمكن ظهر النهارده في التقسيمه اكثر من لاعب متميز، يمكن كل الاعلام من امبارح بيتكلم ان لاعب المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي مش هيشاركوا مع النادي الاهلي. بالفعل المنتخب الاول لعبته النهارده ما كانتش موجوده، انضمت للمنتخب، ولكن المنتخب الاولمبي او لاعبي المنتخب الاولمبي شاركوا مع النادي الاهلي، وعرفت او علمت ان هؤلاء اللاعبين منتخب الاولمبي هيشاركوا مع النادي الاهلي في مباراه كاس مصر مع نادي الترسانه. هنتكلم كمان عن غياب صلاح محسن، لان اللي عرفناه تصريحات الكابتن هاني رمزي بتقول انه هيتغيب لمده 10 ايام، وايضا يعني بنتكلم كمان عن الحاله البدنيه والجاهزيه الخاصه بمروان محسن، عايزين نعرف حاله اللاعبين ونطمئن عليهم. بالنسبه لصلاح محسن، هل في جديد؟ هل في معلومات مؤكده عندك؟ صلاح محسن النهارده كان بيشارك في التدريبات التفاعليه مع طارق عبد العزيز، وقال بالفعل قدامه من اسبوع ل 10 ايام وممكن ونعمل عليه تيست قبل نزوله الملعب، هنشوف مدى استجابته للعلاج. مروان محسن ما كانش موجود النهارده، انضم للمنتخب او ما جاش النهارده. عرف النادي الاهلي اللي هو انضم لمنتخب مصر. ممكن يكون راح المنتخب بقى يجرى عليه كشف طبي ورجع تاني، ما اعرفش، الله اعلم، ما عنديش معلومه. نعم. النهارده ما كانش موجود في التمرين. طيب زميلنا العزيز شريف شعبان، هل اتيحت لك خلال متابعتك فرصه انك توجه سؤال لحد من الجهاز الفني، للمدير الفني مستر كارترون او للكابتن محمد يوسف او اي حد من الجهاز الفني قادر يتحدث عن رؤيتهم باختصار شديد او ملخص رؤيتهم عن مباراه الامس امام الاتحاد واسباب الهزيمه، ولا ده كان مستبعد من الجزء الخاص بمتابعتك للفريق؟ انا جمعني لقاء على السريع مع مستر كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي. يمكن الراجل اتكلمت معاه ان الغيابات كتيره، اللعيبه الدوليين اللي انضموا للمعسكر الفتره القادمه هتعمل فيها ايه بعد النتيجه السلبيه بالامس. يمكن الراجل قال انا مش عاوز اخلق لنفسي اعذار واقول ان انا عندي غيابات، اقول ان انا عندي اصابات، لا 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 خالص، ما عنديش اعذار، وبقول للاعيبي وقلت للاعيبي النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها اعذار، لازم تلعبوا وتتحملوا التيشيرت اللي انتوا لابسينه، لازم تأدوا، لازم تكسبوا اي مباراه، وانا منتظر منكم الفوز يوم الاربعاء على نادي الترسانه. يمكن بمناسبه نادي الترسانه، يمكن يقود نادي الترسانه جهاز فني اهلاوي بقياده طبعا الكابتن احمد عبد المنعم كشري مدير فني، والمدرب العام الكابتن احمد رجب، وهم الاثنين طبعا من ابناء النادي الاهلي. يمكن الترسانه فيها لاعب ايضا من النادي الاهلي شارك في فتره كبيره مع النادي الاهلي، هو المهاجم اللاعب سيد حمدي. يمكن النهارده ايضا الترسانه برضه كان تمرينه في نفس ميعاد النادي الاهلي، ويمكن برضه منذ قليل انتهى من تمرينه. لو عوزت اي حاجه عن النادي الاهلي ممكن تفضل. طيب ملامح التشكيل في ظل الاصابات والغيابات الكثيره وبعض اللاعبين اللي زي ما قلنا او من خلال متابعتنا لحديثك ومتابعتك لتدريبات الفريق، انه برنامجهم التاهيلي او عدم وضوح الوقت الخاص لعودتهم خلال قد ايه، ومين منهم خلال الساعات القليله القادمه هيبقى جاهز لمباراه الترسانه في كاس مصر من عدمه، هل اتضحت معالم التشكيل بشكل كبير حتى الان، ولا لسه الجهاز الفني قد لا يكون حسم امر تشكيل مباراه الكاس؟ لا، ما حسمش امر تشكيل المباراه، لان النهارده كانت تقسيمتين صغيرين، ما كانش في تقسيمات كبيره، ما عملش التشكيله اللي ممكن يلعب بيها، ولكن اللعيبه اللي شاركوا امبارح بالامس زي اسلام محارب، زي اكرم، زي حمودي، زي صبر رحيل، هم ايضا جاهزين لهذه المباراه، ايضا معاهم طبعا وليد سليمان، لاعبي المنتخب الاولمبي اللي النهارده كانوا موجودين بكل قوه، نصر ماهر، احمد حمدي، احمد ياسر ريان، جزار، احمد علاء، يمكن كلهم ظهروا النهارده بشكل متميز. شريف الكرام النهارده عامل تمريناته الاروع والاجمل، يمكن علي لطفي ما شاركش النهارده في التمرين بالكامل طبعا عشان ريكفري المباراه، ولكن لم يتضح ايضا معالم التشكيل خالص. بكره يعني ده يتحدد ان شاء الله بكره باذن الله من خلال تدريب الغد. بكره في التمرين، وايضا في نهايه التمرين مستر كارتيرون هيقوم بعمل فقره لضربات الجزاء تحسبا لو في امتدت وقت المباراه لوقت اضافي، ثم تحسم عن طريق الركله الترجيحيه زي ما بيقولوا يعني. بشكرك جدا زميلنا العزيز ومراسل قناه الاهلي من ملعب تدريب الفريق في اهلي الجزيره من استاد التتش شريف شعبان، شكرا جزيلا لك. احنا طبعا كنا حريصين نسال شريف كمان عن اي تصريحات في الكواليس ممكن يكون قالها له خلال متابعته لتدريبات الفريق المدير الفني او المدرب العام، لانه الوقت بيبقى متسع اكتر بعد المباراه مباشره، بيبقى في مؤتمر صحفي، بيكون الوقت ضيق جدا لان
ان المدرب يكون رؤيه حقيقيه او تحليل دقيق لاسباب خروج هذه النتيجه غير المرضيه في اي مباراه سواء كانت تعادل او هزيمه. بالنسبه للنادي الاهلي الامرين مش مرضيين، ودايما اللي بيرضينا دايما ابدا هو الفوز، ولا بديل عن الفوز بيكون مرضي للجهاز الفني او اللاعبين ولجماهير واعضاء والمسؤولين في النادي الاهلي. عشان كده قلنا ربما يكون بعض الامور اللي ما كانش المجال متسع لعرضها على الملأ بشكل عام او على الراي العام من خلال المؤتمر الصحفي ممكن يكون توصل اليها، وبالتاكيد توصل اليها وهيعيد حساباته بشانها في الايام القادمه ويتلافى اي اخطاء قد يكون الفريق وقع فيها في هذه المباراه امام الاتحاد بالامس وادت الى الهزيمه 3-4 امام الاتحاد السكندري. وان شاء الله نعود بقوه وبالشكل المرضي لطموحات النادي واعضائه ومسؤوليه وجماهيره في مباراه دور ال 32 في كاس مصر باذن الله يوم الاربعاء المقبل. وزي ما قلنا لحضراتكم الاهلي ما بيتوقفش كثيرا عند اي تعثر او اي كبوه لانه الوقت لا يتسع لهذا الامر، وما عندناش رفاهيه التوقف كثيرا عند اي كبوه لان الارتباطات كثيره جدا والضغوط الحقيقه على الجهاز الفني واللاعبين كثيره، المشاركه والاهتمام باربع بطولات منها بطولتين دوليتين واحده افريقيه والثانيه عربيه غير البطولات المحليه، وبالتاكيد ده ضغط كبير على عدد من على كل نجوم الفريق واعضاء الجهاز الفني خاصه مع وجود حالات كثيره من عدم الجاهزيه البدنيه للغياب او العوده من فتره تاهيل او للاصابات اللي بتكون مفاجاه طبعا وبتربك حسابات اي جهاز فني، لكن ان شاء الله قادرين على التعويض وعلى تجاوز هذه الكبوه سريعا جدا. قبل ما ننتقل للحوار مع ضيفنا في الاستوديو في فقرتنا الاولى الكابتن محمود ابو الدهب، جدير بالذكر كمان احنا حريصين في قناه الاهلي بقدر حرصنا على متابعه كره القدم واخبار الفريق الاول ونجاحاته وانتصاراته ومشواره في كل المنافسات اللي بيشارك فيها، بالتوازي مع هذا الامر الاهتمام على مستوى قناه الاهلي وعلى مستوى مجلس اداره النادي الاهتمام بيسير ايضا بنفس الدرجه بكل الرياضات المختلفه داخل النادي والحرص على تقديم الوجوه المشرقه في اللعبات والرياضات المختلفه داخل النادي الاهلي، وايضا بيحققوا نجاحات كبيره جدا تزيد من الرصيد الكبير لهذا التاريخ العريق للنادي الاهلي. في هذا الاطار النهارده هيكون مع زميلي العزيز في فقرتنا الثانيه وبعد الحوار مع الكابتن محمود ابو الدهب هيكون في حوار لزميلي الكابتن خالد العوضي مع نجوم فريق الكاراتيه في النادي الاهلي، ومن نجوم الفريق هيكون معنا في استوديو قناه الاهلي كل من علي الكومي واسلام حسني ومريم صلاح وياسمين الهواري من نجوم فريق الكاراتيه، وهتكون دي فقرتنا الثانيه والاهتمام او متابعه اللعبات او الرياضات الاخرى، وايضا هيكون في حوار او من ضيوف هذا اللقاء هيكون الكابتن خالد فضل المدير الفني هيكون موجود مع نجوم الفريق وهيتكلم عن الرؤيه الخاصه للكاراتيه وتطويره والنتائج وكيفيه زياده كمان مستوى النتائج وعدد البطولات والالقاب اللي بتتحقق خلال الفتره القادمه، وده زي ما قلنا لحضراتكم في اطار اهتمام كبير بكل الرياضات وليس فقط بكره القدم داخل النادي الاهلي. فاصل ونعود وهيكون معنا بعد قليل نجمنا نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا الكابتن محمود ابو الدهب. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله واولى فقراتنا الحواريه اليوم مع واحد من نجوم كره القدم المصريه والنادي الاهلي سابقا. نجمنا النهارده في الاهلي الليله هو الكابتن محمود ابو الدهب. كابتن محمود مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. اهلا بيك وسعداء بوجودك معانا. انا اللي سعيد جدا لما بوجود مع حضرتك وبتشرف بيك دايما. سعداء بيك وجودك معانا، وهنبدا باسئله صعبه لان احنا النهارده بنلتقي في يوم صعب بعد نتيجه احنا مش معتادين عليها طبعا. مباراة الأهلي والاتحاد بالأمس، فوز الاتحاد 4-3 على النادي الأهلي بشكل مباشر، إيه أسباب الهزيمة الأسباب الرئيسية لهزيمة الأهلي أمام الاتحاد من وجهة نظرك يا كابتن؟ خليني أقول لك يا كابتن محمد، يمكن ما فيش فرقة بتكسب على طول، الرياضة مكسب وخسارة، لكن الناس متعودة إن النادي الأهلي بيكسب، يعني نادي بطولات، نادي كبير، لكن أنا شايف إن النادي الاتحاد يمكن احترم النادي الأهلي بشكل كبير جدا، قدر يتعامل معاهم مدير فني محترم زي الكابتن حلمي طولان، احترم فرقة النادي الأهلي كويس، عارف إن بيلعب فرقة كبيرة زي النادي الأهلي، كان بيلعب يعني بتنظيم دفاعي، يمكن هو بقى له 3 4 ماتشات ماسك الكابتن حلمي، يمكن عارف ان النادي الاهلي فرقه كبيره عنده لعيبه عندها حلول عندها اوراق رابحه كتيره جدا، لكن اسباب
مش هقول لك اسباب يعني النادي الاهلي مش عايز اقول لك في اصابات كتير جدا، في ناس كانت بعيده ورجعت تلعب او تبقى متواجده امبارح في المباراه زي صبري رحيل، كان اكرم توفيق، كان مروان محسن كان راجع من الاصابه. يمكن ده برضو انا مش عايز اقول عشان الناس ما تقولكش ده شماعة، النادي الاهلي مليء يعني مليء باللعيبه الكبار واللعيبه الخبره، واحنا دايما بنؤكد طبعًا ان اي مجموعه بتلبس تيشرت فريق الاهلي وتكون موجوده في الملعب قادره على تحمل المسؤوليه. لكن هو خليني اقول لك برضو ان اللعيب لازم يبقى رجله في الملعب دايما، ان في لعيب يبقى اساسي او بيبقى متواجد دايما في الملعب، هي دي بتبقى بعيده عن حساس. الحاجه الثانيه خليني اقول لك ان النادي الاهلي كان مركز كويس جدا في بطوله افريقيا، يمكن ده يمكن كان في ضغط كبير جدا على اللعيبه، يمكن شفنا المستوى اللي ظهر بيه النادي الاهلي في مباراه وفاق الصيف، عملوا مجهود كبير جدا، فيمكن ده مخلي النادي الاهلي كان ان هو نزل يلعب في البطوله المحليه، فيمكن هو الكيرف ممكن يكون نزل شويه. هل ايام وقت ما كنت لاعب قبل اعتزالك كابتن محمود، رغم ان برضو كنت جيل بيحقق بطولات وجيل فريق مليان نجوم الفتره اللي كنت موجود فيها كلاعب محترف في النادي ده، هل احيانا كان فعلا ممكن يحصل نوع من تشتيت الذهن للجهاز الفني واللاعبين من كثر ارتباطات الفريق؟ لا. بيفكر هنا في سيمي فاينال افريقيا وعنده بطوله عربيه بعد بكره كاس مصر، ولا دي امور معتاده بالنسبه للاعبين محترفين زي لاعبي النادي الاهلي مش مفروض تؤثر؟ لا احنا كنا متعودين عليها، يعني احنا كان عندنا ميزه ان احنا كنا بناخد بطوله بطوله، يعني كنا بناخد ماتش بماتش وخلاص، بنلعب الماتش ده بنخلص بنفكر في اللي بعده، يمكن احنا ما كناش بنشتت ذهننا او ان احنا بنركز في البعيد، احنا بنركز في اللي احنا موجودين فيه في الوقت الحالي. يمكن ساعتها يمكن ما كانش لينا حظ في الوقت بتاعنا ان احنا اللي كنا نلعب في افريقيا، بس كنا بنلعب في البطوله العربيه او بنلعب في الدوري وكاس، كنا بنركز على طول في المباريات الاول في التوقيت اللي احنا هنلعب فيه. لكن احنا كان عندنا ميزه، يمكن عايز خلينا اقول لك يا محمد، احنا يمكن هي كانت الهزيمه تقيله شويه بالاربعه، يعني ان النهارده النادي الاهلي بيخش فيه اربعه، يمكن احنا ما دخلش فينا اربعه وانا بلعب، يعني كان اتنين بالعافيه او واحد بالعافيه، فدي يمكن برضو كان في مش معتدين الفريق الاهلي طول عمره مش معتاد على طول، ده اللي مزعل الناس الا في حالات نادره جدا، نادره بشكل كبير جدا. يمكن كمان كان في حاجه يمكن انا شفتها امبارح، ان احنا كان الفرقه كلها كانت بتهاجم، يعني كان ما فيش مش عايز اقول في نوع من ما فيش تنظيم، لكن كانت اللعيبه كلها عايزه المكسب او عايزه تتعادل او عايزه ممكن صعبان عليها ان انت تتغلب بالشكل ده. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن النادي الاهلي كبير قدر ان هو الفرقه تلم او الجهاز الفني بقياده مستر كارترون او محمد يوسف ان هم يلموا الفرقه بسرعه ويلموا اللعيبه ويقدروا يتكلموا معاهم. وانا عايز اقول لك على حاجه، انا سعيد جدا، مش سعيد ان احنا اتغلبنا، سعيد ان هي جت بدري، ان احنا اللعيبه تقدر تلم نفسها قبل مباراه وفاق الصيف، ان انت تقدر تلم نفسك كويس قوي، تبقى جرس انذار للفريق طبعًا. يعني قبل المباراه. لكن خليني اقول لك ان برضو يعني الراجل معذور او المدير الفني معذور، انت عندك اصابات كتير في الفتره اللي فاتت، يقدر ان نقدر الاصابات ترجع او اللعيبه ترجع بشكل كبير جدا، وان شاء الله النادي الاهلي قادر، ان هي بتبقى كبوه في الموسم ان انت ممكن تتغلب ماتش او اتنين، فدي بيبقى درس للعيبه يعني. طيب يعني لو قرينا فنيا شويه قبل ما نتكلم عن حاجات تانية، من وجهه نظرك تحليلك الفني للمباراه، اداء الفريقين مستر كارترون والجهاز الفني ولاعبينا امام فريق الاتحاد بقياده برضو كمان مدير فني كفء وعنده خبرات كبيره زي كابتن حلمي طولان، شايف الامور كانت متكافئه في الملعب؟ شايف المباراه قبل النتيجه طبعا اللي حسمت الامور لصالح الاتحاد، موازين الاداء في الملعب خلال فترات المباراه شايفها في صالح مين؟ وهل كانت متكافئة ام تفوق فيها الاتحاد ام الاهلي؟ لا خليني اقول لك، اي حد بيجي يلعب النادي الاهلي كاسم كبير، يعني اي حد اسم النادي الاهلي لوحده ان بيخلي اللعيبه تعمل حساب. يعني انا كنت بلعب في النادي المصري، لما بلعب النادي الاهلي انا 50% مغلوبها بره قبل ما انزل الملعب، يا جماعه خلي بالكم فلان او النادي الاهلي نادي كبير، نادي بيلعب على المكسب دايما، نادي على البطوله، فاي فرقه هتيجي تلعب يا استاذ محمد النادي الاهلي فبتبقى مغلوبه نفسيا، ال 50% الباقيه بتتغلبها في الملعب. لكن في مدربين يمكن شطار او مدربين فاهمين، يمكن الكابتن حلمي طولان من المدربين اللي فاهمه كويس جدا، بيعرف يلعب النادي الاهلي، بيعرف يحافظ لعيبته. يمكن نادي الكابتن حلمي طولان زي ما حضرتك كلنا عارفين بعد اقاله الكابتن محمد عمر، يمكن الراجل مسك فرقه الاتحاد يمكن عمل نتائج كويسه جدا مع تعادل مع وادي دجله وكسب الجونه، وقدر قدر انه يكسب النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت. هو عمل تنظيم دفاعي، يعني عمل يعني لم فرقه الاتحاد بشكل كبير جدا، لعب النادي الاهلي. كابتن حلمي كمان كان عنده مع جهازه المعاون تجارب سابقه في مواجهه انديه القمه وفي مقدمتها الاهلي لما كان مدير فني الحرس الحدود، في بيقدر يلعب مباريات كويس في مباريات كويسه مع الفرق الكبيره. وفي يا استاذ محمد في مدربين بتعرف تلعب النادي الاهلي، بتقول لك انا ما افتحش الجيم، ما افتحش خطوطي قدام النادي الاهلي، لان انت اللي هيفتح خطوطه النادي الاهلي بيحب كده، او الفرق الكبيره ان انت بتحب تلعب الفرق ان انت يعني تجرني ان انا هاجمك. لكن هو كان دايما قافل المباراه مضايق مساحاته فبالشكل ده. لكن احنا عايز اقول لك الحاجه، يمكن
انا شفت يمكن النادي الاتحاد عمل مباراه كويسه بس ما كانش بالخطوره الكبيره او ان في خطوره على النادي الاهلي، لكن في اخطاء، اخطاء متواجده، عدم تركيز او لعيبه ما كانش بعيده او ما كانش اخطاء عندنا احنا انت ما كسبتش يعني اللي عشان بس ما حدش يقول لك ان الاتحاد فرقه محترمه والنادي كويس والكابتن حلم طلال مدير فني محترمين، لكن في نفس الوقت لو سالت الكابتن حلم طلال ما كانش يصدق ان هو يعمل النتيجه دي، لان في اخطاء. احنا جبنا جول الاولاني احنا في نفسينا او من تمركز غلط خطا. الحاجه الثانيه ان انت كان في خطوطنا اتفتحت بشكل كبير جدا وده كان مش بيحصل. هل التغيير كتير في التشكيل مهما كنا بنثق طبعا في كل لاعب مسجل في قائمه النادي الاهلي، لكن دايما في عناصر هي صاحبه الخبرات الاكبر وهي الموجوده بيعتمد عليها بالنسبه الاكبر في الملعب، هل ده له تاثيره على المباراه عدد الغيابات والاصابات او احتياج بعض اللاعبين للراحه لكثره الارتباطات؟ فراى الجهاز الفني انه يعمل تغييرات بدرجه كبيره شويه. انا قلت لحضرتك ان هو الراجل معذور ان انت عندك اصابات كتير، لكن النادي الاهلي دايما معودنا ان في تيم في تثبيت، يعني في تثبيت للتشكيل. النهارده زي شفنا في الفترات السابقه ان انت عندك ثبات تشكيل بشكل كبير. هل التغييرات بقى وعدم وجود ثبات التشكيل طبعًا في المباراه دي لاسباب طبعًا حتى لو كانت خارجه عن اراده الجهاز الفني او فرضت عليه او اضطر لها، هل هي من وجهه نظرك كابتن محمود اثرت على اداء الفريق في المباراه؟ لا ما اعتقدش. ان انت بتلعب في النادي الاهلي انت بتلعب في اسم كبير ولازم اكون عارف حجم النادي الاهلي وحجم الفنانه اللي انا بلبسها، فاكيد لازم ابقى عامل حساب ان انا في اي وقت تحت امر النادي والمدير الفني يحتاجك في اي وقت هتلعب. مفيش حاجه اسمها انا مالكش عذر ان انت تبقى موجود بره او ما بتلعبش، ان انت تنزل تقول اصل انا ما اديتش عشان انا ما بلعبش. لا، انت عليك ان انت تتمرن كويس وتبقى جاهز في الوقت اللي يحطك المدير الفني. ده اللي احنا تعودنا عليه او اتربينا عليه، ان انا بلعب في النادي الاهلي في اي وقت هنزل ادي بشكل كبير جدا. ما يبقاش فيه حجه ان انا اقول لا اصل انا ما كنت بعيد او مش بعيد، ده مش موجود. واحنا دايما ده المفروض ده المثالي. ما انا بقول لك ده ودايما يا استاذ محمد احنا بنقول الاهلي بمن حضر. يعني الكلمه دي احنا بنقولها على طول، يمكن نقولها في قناه النادي الاهلي او اي حد بينتمي للنادي الاهلي، انت بتنتمي للفانله الحمراء، ان انت بتنزل في اي وقت بتلعب، في اي وقت بتبقى موجود، اي وقت المدير الفني بيطلب منك يحتاجك. المفروض يحتاجك على مستوى المشاركه على مستوى المطلوب، لان يا اما ما كنتش من اساسه تيجي النادي الاهلي او تلبس الفانله الحمراء. طب هل كانت بعض العناصر مش في افضل حالاتها او في جاهزيتها البدنيه والفنيه والذهنيه لما طلب مشاركتها في المباراه دي؟ في كتير مشاركتهم كانت اقل من مستوى المتوقع. في بس مش عايز يعني بدون ذكر اسماء بنتكلم بشكل عام. لا كان في عدم تمركز صح، في عدم تركيز، يمكن الاخطاء او الاهداف اللي جت فينا يمكن كانت من اخطاء مننا احنا او من عدم تمركز صح، ان في ما فيش تركيز. يمكن انا شفت في المباراه في لعيب يعني حاسس ان يعني اول مره يلعب، يعني انا بكلمه مش في حالته العاديه، مش في حالته العاديه، مش هو ده او مش يعني انا بشوف في لعيبه بتنزل بتغيب وبتيجي تلعب بتحس انها مش بعيد عن المركز زي محمد نجيب، يعني من اللعيبه الرجاله وعندهم خلاص بيرجع في اي وقت بيرجع في اي وقت بيبقى موجود. يعني انا استغربت جدا من صبري حيدر، لعيب كويس، لعيب بيأدي بشكل كبير جدا ومستواه هايل، لكن المباراه دي ما كانش في حالته الكبير. اكرم توفيق نفس ما كانش في حالته، لكن مروان محسن ممكن يكون معذور شويه ان هو راجع من الاصابه. يعني الحاجه خلينا يعني برضو مش عايزين او حد بس يبقى. مروان محسن بدا الحمد لله بقوه الفتره اللي فاتت ورجع كان للتهديف قبل المباراه دي، هو لازم يرجع لان في منافسه الوقت اصبح في منافسه، عندك صلاح محسن، عندك ازار، وعندك مروان محسن، فهتبقى في منافسه كبيره بشكل محترم وده هتخدم النادي الاهلي وتفيد النادي الاهلي في الفتره السابقه. طيب خلينا نتكلم عن اللي جاي، تركيز الفريق ازاي المفروض من وجهه نظرك كابتن محمود الجهاز الفني يتعامل بسرعه جدا للوقت ضيق فارق بين المباراه او هذه الهزيمه امام الاتحاد وبين مباراتنا اللي جايه دور ال 32 في كاس مصر، فارق زمني ضيق جدا. الجهاز الفني واللاعبين المفروض يركزوا على ايه في الفتره يعني دي؟ يركزوا ان انت خلاص يعني انت مباراه وتنساها، ان انت تفكر في اللي جاي، ان انت حاجه بحاجه بعد كده. يمكن الراجل اتمنى ان اللعيبه تقعد مع بعضها كتير جدا، اللعيب اللي هو بيتمرن انت ما بتتمرن وفي اي وقت المدير الفني يطلب منك ان انت تبقى متواجد تلعب، عندك بطوله مهمه. يمكن احنا مركزين ان احنا في بطوله افريقيا الفتره الجايه، عندك مباراه صعبه، احنا كسبانين هنا 2-0 لكن المباراه اللي في الجزائر هتبقى اصعب، لان انت بتلعب فرقه كبيره جدا على ملعبها. اعتقد ان اللعيبه لازم كابتن الفرقه اللي هو حسام غالي حسام عاشور يلم الفرقه بشكل كبير، يقعد مع اللعيبه ويقعد والجهاز الفني يقعد يعالجهم نفسيا بشكل كويس جدا. فانا اعتقد النادي الاهلي ما بتاثرش بالهزيمه لان اللعيبه الاهلي كبير والاهلي ما بتاثرش بهزيمه، لكن ان شاء الله يقدر ان هو يعوض بسرعه والناس بتنسى.
لان في ميزه كمان أسمع. الفوز والنجاح بينسي الهزائم. في ميزه كمان يا محمد في النادي الاهلي ان هو بعد كل كبوه بتحس ان انت بيبقى عايز المباراه اللي بعديها. فانا بشفق على فريق الترسانه بامانه ربنا، لان المباراه اللي جايه هتبقى صعبه على فريق الترسانه. النادي الاهلي عاوز ينسي بسرعه الناس القديمه، فاكيد المباراه اللي جايه هياخدوها بشكل كبير جدا، جديه بشكل محترم. طيب كابتن محمود، بتفضل لغه المدير الفني الموضوعي المتواضع اللي بيتكلم بشكل عملي جدا زي ما شفنا مستر كارترون وهو بيتكلم في المؤتمر الصحفي، انه في مدربين او في مدير فني بعد اي مباراه او اي كبوه او هزيمه يقول اصل الحظ، اصل التحكيم ما ساعدناش، اصل كذا، انه كان في مؤثرات خارجيه يعني. لكن هو اتكلم عن الحسابات الفنيه وقال في اخطاء وقال انه هيشتغل عليها في الفتره الجايه، واتكلم عن غيابات او ظروف محيطه بالفريق، ويعني اتكلم بشكل موضوعي جدا، ما فيهوش اي تعالي او ما فيهوش نوع من انكار ان المنافس تفوق عليه في المباراه دي. هل ده اللي احنا عايزينه؟ هل ده بيبقى افضل للمدير الفني يبقى مدرك ان في خطا محتاج نصلحه؟ انا قلت لحضرتك في البدايه، قلت لك ايه، ان قلت لك احنا في اخطاء حصلت مننا، يمكن فرقة الاتحاد مع احترامي ليها انا بقول لهم مبروك وهارد لك، لكن في نفس الوقت انا بقول لك في اخطاء حصلت مننا احنا في الملعب او عدم تمركز، لازم نشتغل عليها، نشتغل عليها. والراجل لما بيتكلم كده الراجل مش هيعلق شمعته على التحكيم، لا، التحكيم ما كانش فيه مشاكل، ما كانش فيه، كان ماشي بشكل كويس جدا، ممكن يكون اخطاء بسيطه وارده في الكوره، لكن هو الراجل ركز على الاخطاء اللي حصلت من البعض اللاعبين. اكيد هو راجل عنده رؤيه وشاف كويس جدا ان في لعيبه مش في حالتها، في لعيبه في يعني في تمركز غلط في المباراه، فيمكن هو ده، انا احترمته جدا واحترمته بشكل محترم كبير ان هو بيتكلم على اخطاء فرقته، ان هو يحاول يعالجها في الفتره القادمه، على اساس ان عنده بطوله مهمه اللي هي وفاق الصيف او بطوله افريقيا، وعنده ماتشات لان مش عاوزها تتكرر في المستقبل. هنرجع نكمل كلامنا معاك كابتن محمود عن المباريات اللي جايه، توقعاتك لمباراه الاهلي امام الترسانه في كاس مصر دور ال 32 يوم الاربعاء ان شاء الله، مشوارنا في البطولتين الافريقيه والعربيه، ومباريات مهمه ومباراه العوده في قبل نهائي البطوله الافريقيه امام وفاق سطيف. ولكن هنتابع في البدايه تقرير، لان عندنا امور كثيره في مشاركه او حريص النادي الاهلي على التواجد فيها والمشاركه فيها، ودايما ابدا بيكون من اول او اول الكيانات الرياضيه اللي بتطلب للمشاركه في اي حدث مجتمعي رياضي مهم في مصر. بنتكلم عن لغه الاعلام الرياضي المطلوبه، عن تقريب وجهات النظر، ازاله الخلافات من الوسط الرياضي والوصول الى شكل مقبول، ونرجو ان هو ده اللي يبقى سائد بيننا في محبه واحترام متبادل. رأيك إيه في الحالة اللي في الوسط الرياضي، وهل دي الحالة المرضية لينا ولا نتمنى الصورة تبقى مختلفة؟ أنا بكلمك بصراحة محمد، أتمنى أن الناس تهدى. يعني إحنا بنلعب كرة قدم، ما إحناش في حرب، إحنا بنلعب منافسة شريفة. يعني خلي بالك إحنا في ناس بقت بتتفرج أو ناس بقت بتتخش على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، الكلام بقى كتير، الكلام بقى في دوشة، بقى مش عايز أقول فتنة، لكن بقى في رغي كتير جدا. النادي الاهلي نادي كبير ما بيتاثرش، النادي الاهلي كبير هيفضل طول عمره كبير بالنادي الاهلي في الوطن العربي وفي افريقيا. اي بطوله النادي الاهلي بيخش بيبقى نجاح للبطوله مش نجاح للنادي الاهلي، انا بكلمك بامانه، لان النادي الاهلي لما يخش يلعب في البطوله العربيه ده نجاح للبطوله العربيه نفسها، لما بيخش في بطوله افريقيا ده نجاح للبطوله الافريقيه. احنا ننتمي لافريقيا وننتمي، وده شرف لينا، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي نادي كبير. لكن ما اقولش النهارده لغه، انا في حاجات يا استاذ محمد، بس بعدين ولادي معايا في كلام انا بسمعه في الاعلام في الرياضه مش مقبول على الاطلاق، مش مقبول. احنا في منافسه، المنافسه دي شريفه. يمكن انا عشان انا يمكن انا عشت في اوروبا او شفت الاحتراف فعلا في اوروبا، الناس بتتكلم فنيات، احنا الوقت بقى بنتكلم في مشاكل. يعني النهارده البرامج الرياضيه الوقت بقى تخش تقريبا 90% من الكلام بعيد عن الفنيات. يعني معلش انت بتتكلم 3 ساعات في قضايا ومحاكم ولجنه اولمبيه واللائحه ورئيس نادي عمل ورئيس نادي سوى وراجل مستثمر، احنا بنتكلم في حاجات بقالنا يعني نقعد 3 4 ساعات وبنتكلم فنيات ربع ساعه. النهارده المشاهد ايه اللي بيستفاده؟ ايه اللي بيستفاده؟ انت بتفيد المشاهد في ايه؟ النهارده انا لما ادخل مجال ابني مجال الرياضه، طب يعني عاوز يتعلم رياضه، عاوز يتعلم يحترم الاخر، يحترم احترم الجماهير اللي جايه لي ديت، اللي هي جايه تتفرج عليا، انت بتحبني فانت بتيجي تتفرج عليا، انت بتشجع فرقتي في نفس الوقت، انا بشجع النادي الاهلي، انا رايح اشجع النادي الاهلي عشان يكسب، وقت ما يكسب انا بسقف له وبشجعه، وقت ما بيتغلب ببقى مساند ليه وببقى جنبه واقول له هارد لك. لكن مش كل يوم هنعمل مشاكل وكل يوم هنطلع في الاعلام ونتخانق ونبقى في فتنه كبيره جدا. عايزين نرجع تاني لشكل المنافسه اللي فيه احترام متبادل ونستمتع بالرياضه. طبعا طبعا، وخلي بالك النادي الاهلي ونادي الزمالك والاسماعيلي والمصري انديه كبيره، وخلي بالك احنا بنتاثر، احنا شعب بنتاثر بالكلام بشكل كبير جدا، وبقينا بنغلط في على السوشيال ميديا بشكل مستفز، ان احنا وده وخلي بالك بيعود علينا بشكل سلبي، ان ما بقتش رياضه.
يعني خلاص بقى التوتر مالي الوسط الرياضي ده طول الوقت. خلاص انا متحفز لك انا متحفز لك وانت متحفز لي يا جماعه دي رياضه. انا في الاول وفي الاخر انا يعني انا مثلا لما في مباراه كره قدم يقول لك ده كرنفال, انا رايح اتفرج على الناس اللي انا بحبها. في كان عيد يوم عيد ان انا باخد ابني واسرتي ان انا اروح اتفرج على المباراه, مش رايح ان انا احارب. انا ماليش دعوه انا كلعيب كوره او النهارده كرياضي, انا ماليش دخل بقى في جهات تانية تحاسب اي حد بيغلط او اي حد مخطئ. يعني النادي الاهلي نادي خط احمر او رئيس نادي الاهلي خط احمر, محدش او اي رئيس في الدنيا ليه احترامه. لكن في نفس الوقت يعني بذكر قناه النادي الاهلي على طول, في توعية وفي كلام جميل بيتقال في قناه النادي الاهلي عمره ما يعني ما انساق ورا اي مشاكل. انت بتتكلم على ناديك, بتتكلم على اخطاء ناديك, بتتكلم على الفوز النادي الاهلي كسب, انا بتكلم على النادي الاهلي. فبالتالي عشان كده بنتفرج عليها دايما. لكن في برامج تانية بتجيب حاجات بتملى المساحه فيها تجاوزات كتير, فيها تجاوزات كتير جدا وفيها الفاظ. يعني انا يمكن انا بتكلم مع الراجل اللي احنا جايين بقوله في تجاوزات بتحصل ازاي الناس الاعلام بيسمعوا بيها بتسمع بيها ازاي. النهارده ابني ولا بنتي ولا اي مشاهد اي مشاهد بيسمع الكلام ده ازاي. مين اللي يحاسب الناس ديت ومين اللي يقول للناس دي عيب او ليه احنا مش مفعلين بالشكل الحقيقي كل الضوابط اللي بتنظم الوسط او قواعد الاعلام الرياضي يعني والممارسه العالميه. اتمنى ان الفتره الجايه الناس تهدى, الناس تشتغل على نفسها, انها تحترم بعض. النهارده في مستثمر يبقى متواجد يا اهلا بيه, لكن في حدود الادب او في حدود اللي ما تخشش او ما تخشش على الانديه الاخرى. عموما كلامك كان في محله وفي توقيته يا كابتن محمود لما كمان اشدت, وده يساعدنا وحاجه طبعا شهاده نعتز بيها اشادتك بدور قناه. انا مش عايز ابقى شهادتي مجروحه عشان النادي الاهلي بالعكس, يعني انا بتكلم الحقيقه, بتكلم يعني بشكل عام وجهه نظرك او قناعاتك الحقيقيه. وده مرتبط بحديث كمان للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه, وهو يتحدث عن امرين, امر خاص بعوده الجماهير رغم كانت القضيه وهذه الندوه او هذا المؤتمر كان خاص ببعض الامور الاخلاقيه والسلوكيه المرتبطه بحياتنا بالمجتمع المصري وبالوسط الرياضي المصري. تحول الامر الى الحديث عن قضايا رياضيه مهمه جدا منها عوده الجماهير وكيفيه تفعيل عوده الجماهير من اجل دعم ودفع للامام الاستثمار الرياضي والرعاه وكل الامور اللي بتنشط الرياضه اقتصاديا وبتدعمها ماليا وبتسبب لها او بتوفر لها روافد ماليه وتسويقيه ودعائية وبتساعد على نجاح هذه الصناعة بشكل عام أو هذا المجال بشكل عام. وأيضا كانت في إشادة من الدكتور أشرف صبحي وأمر يسعدنا ونعتز به أيضا, هو التأكيد على دور قناة الأهلي ورأيه في لغة وممارسة إعلامية سليمة أو موضوعية بشهادة وزير الشباب والرياضة المصري لقناة النادي الأهلي. خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير. بشكر قناة نادي الأهلي, عايز أقول يعني إن هي كمان بتشارك في حاجات غير الكورة وبتشارك في حاجات بدأت تروح لمشروعات وحاجات مجتمعية, وده دور أصيل للإعلام وحتى القناة المتخصصة للنادي إن هي تدخل في مشروعات أو في حاجات هي مش بس إن حضرتك جاي تتكلم تقول إيه المشكلات اللي على السطح أو إيه المشكلات الرياضية, أنت حضرتك بتتكلم بتعالى على حاجات للشباب, لأن مؤسسة زي مؤسسة النادي الأهلي اللي القناة بتمثلها هي مؤسسة أنت داخل على يعني في فرع الأساسي في الجزيرة, فرع مدينة نصر, فرع 6 أكتوبر وإن شاء الله المشروع الآخر, فدي كلها بتحوي عدد من العضوية أنا أعتقد تخطط 100,000 أسرة. يعني أنت بتتكلم في مستوى شبابي من 100,000 أسرة, أنت على المستوى العام لأن احنا أكتر من 60% شباب, هتلاقي جوه المؤسسات 60% 60% من العدد اللي موجود من الأسرة, كل أسرة يعني أنت بتتكلم فيه 4 أفراد, بتتكلم في مؤسسة فيها 400,000 لما بقول فيها نسبة يعني مشتركة في النشاط الرياضي هي نسبة مش كبيرة جدا من نسبة الشبابية اللي موجود. طب الباقي بيعمل ايه؟ ده الجزء الاجتماعي المفروض يكون عليه قناة زي حضرتك كمان, لان هو انت كمان بتبث صورة للشباب في المجتمع بتاعك والمجتمع العام المصري. مبادرة النهاردة مبادرة مع مؤسسة مصر الخير, مبادرة عظيمة, مبادرة كبيرة, ومبادرة اجيال مصر اللي فيها جزء اعداد الشاب الذهني والفكري, لان يمكن لما اتكلمنا في المنتدى الشباب السابق ومؤتمر الشباب قلنا الانسان كتله بدنيه نفسيه عقليه اجتماعيه, اذا انت محتاج انك انت تدخل معاه ذهنيا الجزء العقلي والاجتماعي,
وجزء النفسي في توعية عن هو فين، عايش فين، مجتمعه عبارة عن إيه، مشاكل مجتمعه إيه، إيجابيات مجتمعه إيه، تأهيله الذهني إيه، عشان تنمي الجانب الوجداني اللي بلده اللي فيه ولاء وانتماء والقدوات المختلفة، وبعدين تاخده لمهارات يتعلمها، وبعدين تقول له تفضل اشتغل في المجتمع. ده هيخلق زي بالظبط الناشئ كرة القدم أو اللعبة المعينة، تاخده من لا شيء. احنا عاملين مشروع الموهبة والبطل الأولمبي دلوقتي، بتاخده من لا شيء تنقيه كويس، وبعدين تحطه في برامج تعليمية، وبعدين بيدخل في مجال المنافسة، وبعدين بيقول أنا بطل. الكلام ده على الشاب المصري، انت بتاخده تأهله تعلمه تديله المهارات بتاعته، وبعدين يدخل في مجال المنافسة بتاعه اللي هو العمل والشغل وخلافه، وبعدين الانتاج بتاعه يلا نافس بقى داخل المجتمع ونافس خارج المجتمع. ما ننساش ان احنا قلنا مع حملتنا والتوعية، عايز تكمل وتدخل المدرجات لازم يبقى في قواعد عامة ليها. عايز ما تكونش في المدرجات، انا بقول اهو انا الدور الحكومي، مش النادي، انا مش اتحاد الكوره، لكن بساعد الاتحاد الكوره وبساعد ولادنا علشان يدخلوا. فبالتالي احنا عندنا رؤيه للسنه الجايه ان احنا ازاي نجهز الاستادات، وعملنا لقاء اتحاد الكوره مع وزير انتاج السيد الدكتور وزير انتاج الحربي، وكمان مع كونسورتيوم او تحالف، ازاي ان احنا ناهل نفسنا السنه الجايه لاستادات مؤهله. طب السنه دي الكم العدد اللي احنا موجودين فيه، بنقول اتفضل، لكن الجمهور ده دور اتحاد الكوره في لوائحه يطبق اللوائح بتاعته. الجمهور اللي مش هيكون على المدى او المستوى اكيد في لوائح اتحاد الكوره ياخدها بقى، يعني هيقلل العدد، هيمنع العدد، دي لوائح لازم تكون موجوده. احنا ما بنبصش للجماهير ده مين وده مين، لان ما فيش حد كبير على المجتمع. المجتمع المصري واحنا دوله قويه، ما حدش كبير على المجتمع المصري، ما حدش كبير على المجتمع المصري. قعدنا في الوزاره كل القيادات التنفيذيه للدوله كانت موجوده. وزاره الشباب والرياضه ما بتديرش لوحدها. وزاره الشباب والرياضه بتتابع وتدير بالاجهزه التنفيذيه للدوله. فبالتالي وقت دخول كلمه دوله خلاص دوله دخلت. فوقت ما هندخل بحاجه احنا بنتعامل مع كل الملفات بمنتهى الهدوء. لكن وقت ما بندخل باسم الدوله الجميع لابد أن يحترم ذلك. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأمنياته وأمنية المجتمع المصري، وهو هنا في هذه التصريحات بيمثل الكيان الرسمي للدولة، أمنياته بالنسبة للإعلام الرياضي، واستشهد وكان المثال اللي استخدمه في حديثه هو الحديث عن قناة النادي الأهلي، المفترض حسب تصريحاته أنها بتخاطب فئات كثيرة جدا، فلها تأثير واسع النطاق، يجب أن يراعى في البعد اللي بيقدم في المحتوى والرسالة الإعلامية وجودة هذه وقيمة هذه الرسالة الإعلامية. وزارة الشباب والرياضة مع مؤسسة مصر الخير، إعداد الشباب نفسيا وذهنيا وسلوكيا، التحضير لقضايا مهمة جدا، ودور الدولة حسب تصريحات وزير الشباب والرياضة، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية أو تفعيل دورها من أجل دخول الجماهير للاستادات. بيقول الكل يجب أن يساعدنا حتى تكتمل هذه الصورة الإيجابية، وأن عندنا الدولة لديها رؤية جيدة وإيجابية تتسق مع الأمور أو مع المرجو في الموسم القادم. وبيطالب الجميع بالتكاتف، وقال الدكتور أشرف صبحي أنه بالتأكيد الدولة لما بتتدخل بيبقى عندها رؤية، لكن هي لا تدير بمفردها حسب تصريحاته، لأن في قضايا في شركاء فيها زي الاتحادات الرياضية وزي الأندية اللي هم جميعا شركاء في منظومة كرة القدم. نتمنى الكل يستجيب لهذه الدعاوى، والكل يرجح أو يغلب صوت العقل على الجميع من أجل الوصول لأفضل نتائج ممكنة خاصة بالاستثمار الرياضي والاستمتاع بالرياضة، زي ما قال ضيفنا الكابتن محمود أبو الدهب. كابتن محمود أعود إليك مرة تانية، وعايز أسمع تعقيبك على وتعليقك على أهم ما جاء في حديث الدكتور أشرف. هو خلي بالك أي حد يا محمد بيتمنى الجماهير ترجع تاني، الجماهير ده سند كبير جدا وعصب الرياضة المصرية. إن النهاردة النادي الأهلي، أنا مش متخيل النادي الأهلي يلعب دور قبل النهائي في بطولة أفريقيا، يمكن أنا كنت حزين جدا إن المدرجات فاضية، لكن أنا بتمنى إن كانت الاستاد يبقى مليان، لو الاستاد مليان، لأن الجماهير دي برضو تبقى سند أو سند اللعيبة بشكل كبير جدا. أنا متهيألي إن أي فرقة كان بتيجي تلعب النادي الأهلي في استاد القاهرة أو في أي استاد وبتشوف الجماهير دي كان بتتخض فعلا، لأن الجماهير النادي الأهلي من الجماهير الوفية جدا. أنا عمر جماهير النادي الأهلي ما شتمت لعيب، أو لو لعيب وحش عمرها ما كان بتقطع فيه أو بتشتم فيه، بالعكس ده مساند جيد ليه، فدي كانت حاجة كويسة جدا. جماهير النادي الأهلي
بتحب النادي الاهلي، بتحب فرق، مش بتحب الكيان، بتحب يعني اللعيب النهارده جماهير. انا دايما اقول ان الجماهير دي بتحب تشجع فريقها داخل النادي الاهلي عشان تشجعه، مش بتشجع اشخاص. ممكن يكون بتحب اللعيب، بتحب فلان، بتحب علان، فبالتالي لكن في الاول عاوز فرقتها تكسب. اتمنى ان النهارده الجماهير يبقى في وعي. النادي الجماهير الاهلي اذكياء جدا، ما بينسقوش ورا الاشاعات او المشاكل اللي بتحصل. لكن الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله اتمنى الجماهير بتبقى بكثافه، مش عايزين نقول خش. واتمنى ان اتحاد الكوره يعني دي حاجه، دي امنيه. انا قبل اتحاد الكوره هنرجع بقى لاتحاد الكوره، الكلام اللي قلته كان مفهوم مهم جدا. عندنا امرين في اجابتك الاخيره عايز اسال عنهم. مين اللي المفروض عليه العبء الاكبر في الفتره الجايه في الدوله، اجهزه الدوله، الوزاره، اتحاد الكوره، الانديه وادارات الانديه المشاركه في الدوري الممتاز، اجهزه الامن، كل اتحاد كره القدم المصري، كل الاجهزه اللي هي مشاركه في تنظيم خريطه رجوع الجماهير. وفي مسؤوليه على الجماهير نفسه انهم يسهلوا مهمه رجوعهم يا يصعبوها بتجاوزات، باندفاع مش محسوب باي امر، او باحداث عنف لا قدر الله بتصعب المهمه جدا وبتخلي الدوله تراجع حساباتها 1000 مره قبل ما تسمح بزياده الاعداد. نحل الاشكاليه دي ازاي وازاي كل واحد يدرك مسؤوليته؟ يعني لازم يعني انا في اعتقادي ان جماهير النادي الاهلي بتمنى ان محدش يخش في وسطيكم، لان انت ما انتش عارف مين اللي داخل بيشجع فرقه ايه، بيشجع فرقه النادي الاهلي، بيشجع فرقه اي فرقه ان كانت. لكن اتمنى النادي الاهلي اي حد بيخش في مدرجات او في ماتشات النادي الاهلي فده بيبقى اهلاوي. لكن المشكله الكبيره ان عامل مشترك بين كل الاجهزه او المؤسسات اللي موجوده في الدوله. في حاجه تانية يمكن انا اقولها اللي قلت لحضرتك عليها، ان اتحاد الكوره لازم يشوف شغله، بمعنى ايه؟ اللي بيغلط لازم يتعاقب. النهارده لازم احرم الجماهير دي من متعه المشاهده او ان انت تشارك. اللي بغلط انا اطبق القانون، واطبق القانون بحذافيره. النهارده الجماهير اللي بتغلط سواء اي جماهير موجوده، انا ممكن احنا بنتكلم على نفسينا كنادي اهلي، ان انا لو غلطنا ان انا اطبق عليا العقوبه او اطبق عليا الماده اللي بتقول ان لو حد العقوبه دي مناسبه للتجاوز. لكن ما تحرمنيش بقى 5-6 سنين ان انا اقعد ما يخشش فرقتي، اخشش اشجع فرقتي. النهارده المدركات خاليه، النهارده في ناس كتير جدا مستفاده ان الجماهير ما تخشش، في اعلام، في تحكيم، في ناس من الحكام. انا مش عايز اتكلم بصراحه شويه، ان في ناس مستفاده ان الجماهير ما ترجعش. زي مين؟ بلاش نقول اسماء، يعني مين الفئات اللي ممكن تبقى اللي بيبقى عليها ضغط، اللي بيبقى عليها ضغط بشكل كبير جدا، ان هي عايزه تشتغل او تعمل اللي هي عايزاه، ما في حدش يقول لها حاسبها انت بتعمل ايه. يعني انا بكلمك بامانه، في لعيبه جدا، في لعيبه يمكن انا هتكلم على لعيبه، ان في لعيبه ما بتحبش تلعب قدام جماهير في سواء في اي حته في الدنيا. النهارده خايف، بيخاف من الجماهير، في لعيب بيخاف من الجماهير، فبالتالي ما بيقديش بشكل كبير. مع ان العكس، ان انت الجماهير دي لما بتخش تشجعك بالعكس انت لازم تادي احسن ما عندك. في حكام، انا بكلمك بصراحه، خلينا انا كمل شغل، ما تقوليش لا في مش عايز ضغط عصبي عليه، مش عايز ضغط عصبي، بيفضل المباراه. بس هقول لك حاجه كابتن محمود، الكلام ده منطقي، بس لا الحكم اللي مش بيحب وجود الجمهور او ما يفضلش حسب كلامك مش ما بيفضلش وجود الجمهور، او اللاعب اللي بيفضل الاداء من غير ضغط جماهيري، ما عندهمش هم القرار بتاع رجوع الجماهير. يعني حتى هم دي خارج ارادتهم. لا ما هم احنا اللي بنديهم الفرصه. انا عايز اخش اشجع فريقي بس، اشجع ناديه بس، عايز فريقي تكسب. مش عاوز اتحرم تاني، لان انا النهارده لما انا كلاعب لما بشوف الجماهير المدرجات فاضيه انا ما بتفرجش على الماتش. طب اسالك سؤال صريح شويه، الانديه المصريه كلها وفي مقدمتها الاهلي، لما الجمهور يرجع ويحصل تجاوز في مباراه من المباريات فيحرم اي فريق مش بس الاهلي بشكل عام من جمهوره مباراه او اتنين حسب اللوائح والعقوبات المحدده، المفروض الفريق ده يبقى اول من او الاداره دي تبقى بتدعم لهذا النادي او ذاك اللي حرم من الجمهور، بتدعم القرار ده وبتساعد وبتساند هذا النظام وهذا الضبط للامور، ولا تبقى منزعجه من غير ما الجماهير بتدور النادي. يعني النهارده لما الجماهير دي لما تتحرم ما تخشش الماتشات او بتتحرم او بتكسر استاد او بتعمل مشاكل، ما انت بتدور النادي في الاول وفي الاخر. لكن انا لما اتحرم ماتش وماتشين وثلاثه بعد كده مش هعمل هذا الفعل تاني، فبالتالي انت بتطبق القانون او بتطبق الماده اللي يعني ان انت بتقول للجماهير انا احرمك من الماتشات اللي جايه. يعني بتطالب ان الدوله او كل الاجهزه اللي بتنسق لعوده الجماهير ومسؤوله عنها انها ترجع الجمهور ويملى الاستادات بسرعه. املى الاستادات، احنا بص يا محمد احنا قادرين نأمن اي مباراه، احنا كمصر عندنا الحمد لله رب العالمين شرطه وجيش نأمن اي مباراه، وشفنا الامثله كتير في مباراه منتخب مصر في الكونغو، يمكن الاستاد كان مليان، ماتش غانا كان مليان، يمكن كما الجماهير ما خرجتش عن الروح الرياضيه لان عايزه فريقها توصل كاس عالم، فبالتالي كان الجماهير ملتزمه بالروح الرياضيه وبتشجع فريقها بس، فيمكن احنا يبقى احنا قادرين ان احنا نشجع. لكن لما تيجي تقول لي ان انا النادي الاهلي ما يخشش الجماهير وما تخشش او الاعضاء بس، الجماهير هم اللي يخشوا في مباراه وفاق الصيف ومباراه مهمه والدور قبل النهائي، ده لمصلحه مين؟
يعني انا بتكلم بصراحه ده لمصلحه مين. انا يمكن انا حزنت بشكل كبير جدا. انا بقول لك كنت نفسي الاقي الاستاد يبقى مليان. يعني هل في مباراه نهائيه هتقول لي مش هترجع الجماهير؟ ما فيش جماهير هتخش تشجع النادي؟ لا بالعكس، جماهير فعلا. النهارده لو انت حرمت الجماهير او عملت مشكله او حرمت الجماهير انها ما تخشش بعد كده في مباراه او مباراتين، اعتقد ان هي مش هتعمل الفعل. يعني تفضل عوده النادي، النادي لازم يدعم على عوده الجمهور، بس يبقى في عقوبات بتطبق يبقى في عقوبات مباراة. في عقوبات ان انت لو حد غلط، بس ما تديش عقوبات على الفاضي والمليان. ان انا لو في حد غلط سواء اي نادي في مصر، اي حد غلط، لكن ما يطلعش بقى رئيس نادي يقول لك اصل انتوا بتجاملوا فلان ومش عايزين تدخلوا. لا، انت بتنفذ القانون عشان تطبق بشكل محترم، لكن مش عايزين حد يطلع زايد على الكلام ده ويلعب على نغمة الجماهير ان انت بتوقف جماهيري ليه، او تم جماهيري غلطت. فبالتالي لو انا سندت القرار او سندت العقوبة، انا مش بسندها عشان حد، انا سندها عشان خاطر نفسي، ان انا النهاردة مش عايز جماهيري تغلط او مش عايز تعمل عمل مشين. فبالتالي لو انا طلعت وسندت القرار هيبقى حاجة محترمة وهتلاقي كله ملتزم. واحنا بنسمعك كابتن محمود، خلينا نتوقف معاكم مع مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير وآراء الجماهير ونعود لاستكمال الحوار. لي تاريخ كبير قوي، لان انا من زمان كنت عضو في النادي الاهلي ومتربي في الاهلي ووسط الفريق بتاع الاهلي واخلاقيات الاهلي واداره الاهلي. الحقيقه هو فعلا قلعه الاخلاق، وللامانه الراحل العظيم صالح سليم ارسخ فيه قواعد كبيره جدا، ويمكن هي دي اللي مخليها الاهلي مختلف عن اي نادي في افريقيا والوطن العربي. احسن فريق في بالنسبه لي في العالم شرياني. كل حاجه في حياتي طبعا من ساعه ما وقيت على الدنيا، وانا يعني قريت اخواتي واهلي كلهم اهلاويه، وانا عندي 4-5 سنين كده بقيت اهلاوي. ف يعني الاهلي بيمثل لي يعني الدم اللي بيجري في عروقي. اعظم نادي في الكوره. كل حاجه في الدنيا. قلعه من قلاع الرياضه في مصر. احب اهلي، احب اهلي. احنا اتولدنا على النادي الاهلي وانجازاته وبطولاته ولعبته وتاريخه وانجازاته، فعشان كده بنحب الاهلي قوي. الكره الحلوه يعني الاخلاق يعني المبادئ يعني صالح سليم يعني محمود الخطيب يعني الكيان يعني الهشي من صغري بحبه جدا، يعني ده هشي من زمان الزمن يعني من زمان صغير. اعظم فريق بالنسبه لي في الكوره، مصدر سعاده كبيره جدا يعني لاي حد. النادي اللي بحبه من صغري، يعني دايما عندي كلمه كده بقولها لاي فرقه تانية، ان احنا جمهوريه عربيه اهلاويه. النادي الاهلي بيمثل لي كل حاجه، وهو نادي القرن بطل افريقيا ومن احسن الفرق على مستوى العالم كمان. حياتي دنيتي كلها بيت التاني زي ما بيقول. هو الملك طبعا، يمثل لي الانتماء ويمثل لي الروح ويمثل لي الاصرار والانتصار دايما. الاهلي طبعا بيمثل لي كل شيء، وانا من مشجعين الاهلي وابن الاهلي في كل مكان. بيمثل لي مصر، انا بحب الاهلي كتير. بيمثل لي حياه، كيان بمعنى المطلوح، كيان فعلا. الاهلي بيمثل لي المتعه، اللحظات الحلوه اللي في حياتي. الاهلي كل حاجه حلوه في مصر. فئات عمرية مختلفة، أطفال وشباب وكبار، أولاد وبنات، رجال ونساء أهلوية، ناس كتير جدا بتحب النادي الأهلي، منتمية للنادي الأهلي، أصبح جزء رئيسي من استمتاعها بحياتها هو متابعة نشاط هذا النادي العريق ونجاحاته وانتصاراته سواء في كرة القدم أو في أي رياضة أخرى. وشفنا التصريحات التلقائية جدا في السن الصغير أو من الأطفال، لما تشوف طفل بيظهر ويتكلم بمنتهى الصدق وبمنتهى التلقائية ودون أي افتعال وهو بيتكلم عن حبه الشديد وانتمائه منذ نعومة أظافره للنادي الأهلي. كابتن محمود تعليقك إيه على التقرير الجميل؟ عايز أقول لك الحاجة، يمكن أنا أحس حاجة محمد إن الكلام طالع من القلب، يعني مش الناس مش محضرينه، يعني فعلا حاجة يمكن أنا كنت بقولها زمان، يمكن لحد دلوقتي أنا بقولها لأولادي. قلت لهم انا لعبت في النادي الاهلي، يعني لما بطلت ولادي بيسالوني، يعني في ناس فيهم ما اتفرجش عليا، فبقول له يقولوا لي انت عملت ايه. فكنت ببقى سعيد جدا لما قلت لهم انا لعبت مع النادي الاهلي، خدت بطولات. في لعيبه بطلت كانت عظماء في الكوره لكن ما خدتش بطولات، لكن لما انا اقول لهم النهارده تلعب كوره لازم تحقق
طموحك اللي انت كنت من نجوم الكره الكبار في بورسعيد يا كابتن محمود قبل الانتقال للاهلي؟ لا بالعلاقه انا لا انا كنت في المريخ البورسعيدي. في المريخ انا قصدي نجوم الكره المشهورين في بورسعيد فتره وجودك في نادي المريخ، وكنت متالق ودايما معروف كمان عن البورسعيديه انهم منتمين جدا لبورسعيد في كره القدم. لا بس انا مش بورسعيدي على فكره، انا عارف هو مش بورسعيدي بس الفتره اللي قضيتها هناك انا عارف انك فانا عارف انك من الناس اللي كانت كمان متالقه في الفتره دي. هل وجودك في النادي الاهلي كان فتره مختلفه خالص في حياتك رغم نجاحك الكبير مع نادي المريخ؟ وكنت يعني من الاسماء اللي دايما اسمها مطروح للمنتخب، كنت من الاسماء الملفته في نادي المريخ، لكن فترتك في الاهلي شايفها بصوره تغيرت. يعني انا حياتي اتغيرت 80 درجه او مش عاوز او 100 درجه. ان انت تعبت في النادي الاهلي اتعلمت حاجات كتير جدا، اتعلمت يعني ايه كره قدم، يعني احتراف، يعني احترام الجماهير، يعني احترام اللعبه اللي انت بتلعبها نفسها، احترام الشخصيات اللي موجوده ان هي كان بتقدرك تقدير كبير جدا. انت حاسس ان انت بتخش النادي الاهلي. انا اول يوم دخلت في النادي الاهلي محمد يعني حسيت ان انا بلعب معهم بقالي 20 سنه، ان انا بتفرج. دخلت على الكابتن حسام حسن، الكابتن ابراهيم، الكابتن شوبير، الكابتن اسامه عرابي، الكابتن محمد رمضان، اجيال يعني ناس كبيره جدا. حسيت ان انا مش غريب، مش اول مره جت مرة معاهم، يعني حتى ما خدتش وقت، قعدت يعني احتضنوني بشكل كبير جدا. يمكن انا كان معمول لي ارضيه بشكل كويس ان مصطفى كان الكبير بيلعب في النادي المصري، فطبعا كان زميلهم، فكان طبعا يعني دي كانت عامله لي حاجه كويسه جدا. لكن لما لعبت في النادي الاهلي الدنيا اتغيرت معايا بشكل كويس جدا. وانا كنت بقول دايما ايه الفوارق الرئيسيه اللي فاكرها بقى فتره نجاحك مع النادي الاهلي؟ لا ان انت داخل تلعب على بطولات. يعني انت في النادي الاهلي داخل تلعب على بطوله، اي بطوله بتخش تلعب فيها ان انت لازم تكسبها، او ان انت ما فيش حاجه اسمها هزيمه، ما فيش حاجه ان انت تعادل. يعني لا انت داخل النادي الاهلي انت داخل على بطوله، فبالتالي انت بواحد بتساهم في في البطولات اللي انت هتشارك فيها. فدي يمكن اساعدتني بشكل كبير جدا. النهارده انت بتشوف بعض اهدافك يا كابتن محمود، كنت من المدفعجيه في النادي الاهلي، وكنت من النجوم اللي اصبحوا من العناصر المهمه جدا والاساسيه والمؤثره في الفريق كمان الفتره. كمان انت كنت بتلعب بنفسيه مرتاح، ان انت بتلعب مع لعيبه عندك بتوجهك بشكل كويس جدا في الملعب، عندك لعيبه بتقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه، كان بيحتضنوك بشكل كويس جدا. كنا احنا صغيرين بنتكلم مع بعض، هنلاعب فرقه كبيره كنا بنحترمها، فرقه صغيره بنحترمها، انت النادي الاهلي. فدايما كنا احنا بنقول المقوله ديت، انت النادي الاهلي، النادي الاهلي يبقى نازل لازم تكسب، لازم تحترم الخصم. ده الهدف اللي قالك عليه كمان الله يرحمه كابتن صالح سليم، انه هدف من طراز اهداف مارادونا، قال لك ده هدف مارادونا. هقول لك على حاجه محمد، يمكن الهدف ده بتاع الاسماعيلي، يمكن احنا كان ثاني يوم مسافرين مع منتخب مصر، كنا رايحين رحله الكويت نلعب ماتش ودي هناك، كان الكابتن خطيب مدير كوره ساعتها في المنتخب، يمكن قال لي حاجه. كابتن خطيب قال لك على الهدف ده؟ قال لي الهدف ده من احلى الاهداف اللي جت في الدوري الممتاز، بس اللي ضيعه بعد كده الخمس اجوان اللي جم وراه. ايوه فيمكن كان طبعا يعني الفوز كان كبير قوي في الاسماعيليه 6-0 وعلى ملعب فريق الاسماعيلي ومنافس قوي جدا وفرقه محترمه وفرقه كويسه وامام جماهيره. يمكن احنا اصلا كلاعيبه احنا مش مصدقين احنا تكسب الاسماعيلي 6-0. النادي الاهلي تكسب، لكن يعني اللي وصف الهدف ده بانه هدف مارادوني كان كابتن يعني خطيب. كان هدف من الكابتن خطيب. كابتن خطيب يمكن قالها بشكل يمكن قالها لي انا، قال لي يمكن من احلى اللي انا بهنيك على الهدف ده، لان كان كمان ايه ده في اول ثانيه، يعني اول دقيقه في المباراه. فرحت جدا براي كابتن خطيب طبعا طبعا. يعني عارف انت هداف التاريخ المصري، مش هقول لك النادي الاهلي، هداف التاريخ المصري لما يشيد بهذا الهدف، يعني ده حاجه سعيده، يعني حاجه لها قيمتها طبعا، شهاده لها قيمتها طبعا طبعا طبعا. يمكن انت وكمان يمكن الهدف ده بيتعدي من 100 هدف للنادي الاهلي، يمكن ده كان اسعدتني بشكل كبير جدا. لان انا فاكر من حكاياتك في حلقه او لقاء سابق معاك على شاشه قناه الاهلي كابتن محمود، كان في اكتر من حوار كلمتنا عنه، منهم الحوار عن الهدف ده مع كابتن الخطيب، حوار مع الراحل الكبير كابتن صالح سليم. ولكن هنرجع لوقت فرصه احترافك، ولما قال لك وقتها كابتن صالح رجح قرارك بالذهاب للنمسا والاحتراف، لانه طمنك انه من خلال تجربته بيقول لك ان الدوري ده يعني خطوه ايجابيه لك طالما عايز تروح اوروبا وتشارك في الدوريات الاوروبيه. يمكن عايز اقول على حاجه، يمكن انا قعدت مع كابتن صالح، يمكن هو الراجل كلمني قال لي نمره واحد، عايز تمشي براحتك، عايز تقعد في النادي الاهلي ده بيتك. يمكن الراجل يمكن اقنعني الله يرحمه طبعا، اقنعني بشكل كبير جدا. انا كنت رافض ان انا اروح الدوري النمساوي، يمكن انا بكلم بصراحه، يمكن قلت له يا كابتن انا عايز احترف في دوري اكبر اقوى من كده. فقال لي دي خطوه ان انت ممكن بعد كده ان انت اوروبا ودوريات كويسه، وما تصدقش الكلام اللي بيقول لك الدوري النمساوي ضعيف. لا الدوري النمساوي قوي وبيلعب في اوروبا، ده اي دوري في اوروبا اقوى من الدوري المصري هنا بشكل كبير جدا، بتلعب في بطوله اوروبا وممكن تسوق نفسك بشكل كويس. يعني اقتنعت بالكلام بامانه. كلام ما رحت شفت حاجات كتير جدا اتعلمتها في الاحتراف،
اتعلمت الالتزام، اتعلمت ان انت تصحى بدري تتمرن الساعه 8 الصبح تبقى متواجد في الغرفه بتاعه الملابس، اتعلمت ان انا احترم كره القدم. يعني يمكن قالوا لي كلمه كويسه يا استاذ محمد في 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 الاحتراف، رئيس النادي هناك يمكن قال لي انت جيت هنا انت زيك زي الدكتور زي المهندس زي مهنتك كره القدم، فيمكن دي قالت لي ما تشغلش نفسك بحاجه اي حاجه ثانيه، خلاص ده شغلك، ده شغلك الشاغل انت تبقى متواجد في الفريق، تبقى متواجد في كره القدم، دي احتراف زي اللي بيعمله محمد صلاح دلوقتي. يمكن الناس زعلت وقالت محمد صلاح بيطلب طلبات، لا محمد صلاح هو بيطلب اللي موجود. هنكمل كلامنا الانتقال للحديث عن نجمنا محمد صلاح، في خبر صار جدا كمان للجميع انه دخل ترشيحات من اجل الحصول على جائزه او لقب افضل لاعب في العالم عن طريق فرانس فوتبول، جائزه من اشهر جوائز كرة القدم على مستوى العالم ومن أكبر جوائز الرياضة وكرة القدم في العالم كله، الجائزة الشهيرة جائزة فرانس فوتبول لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لهذا العام. تعليقك على ترشيح محمد صلاح يعني بعد كمان ترشيحاته الكبيرة الفترة اللي فاتت. يعني عايز أقول لحضرتك حاجة، يمكن ده فخر، فخر لنا كلنا جدا إن احنا نتفرج على لعيب كبير يتعدي من ثلاث لعيبة أو من دخل ضمن بقى قائمة فيها 30 لاعب. حاجة هو هياخدها يعني أنا شفت اللعيبة اللي متواجدة معاه أو اللي هي هتبقى موجودة معاه، محمد صلاح هياخدها إن شاء الله، لأنه فعلا أنا عايز يمكن أنا استغربت جدا من ترشيحات الفيفا النهاردة يبقى أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وده دوري قوي بشكل كبير جدا، هداف الدوري الإنجليزي، أحسن لاعب في أفريقيا، وصل فريقه يعني او ساهم في الفرقه ان المنتخب مصر يوصل كاس عالم نهائي الشامبيونز ويلعب مع فرقه ليفربول في نهائي، ازاي ما ياخدش احسن لاعب في العالم يمكن في الفيفا جائزه الفيفا؟ دي كنت مستغرب منها جدا. حاجه ثانيه ان ما يتحطش من احسن 11 لاعب، يمكن انا شفتها، يمكن انا كتبت بوست على الفيس ويمكن ناس علقت بشكل كبير ان قلت لهم ازاي يبقى احسن لاعب، انا قلت لهم ان هم بيرادوا محمد صلاح بهذه الجائزه اللي هي بتاعت بوشكاش احسن هدف. احسن هدف لا، محمد صلاح احسن لاعب في الدوري الانجليزي، هداف الدوري الانجليزي، ساهم مع فريقه في منتخب مصر انه يوصل كاس عالم، ساهم مع فريقه ليفربول. هو قيل انه محمد صلاح، بعض الاراء قالت انه محمد صلاح تحليلها للسبب ده او عدم حصوله على الجائزه وترجيح كفه مودريتش بعد كمان حصول مودريتش او تفوقه عليه في ترشيح لافضل لاعب في اوروبا، انه حسابات مودريتش مختلفه لانه فاز مع فريقه مع ريال مدريد بدوري الابطال الاوروبي، صعد مع منتخب بلده الى النهائي بعد مباريات كان فيها وقت اضافي، فان نتائج الفرق اللي هو بيمثلها سواء منتخب او نادي اللي محترف فيه رجحت كفته. قيل انه ادائنا منتخب مصر اثر بالسلب على تقييمات محمد صلاح او ما ادالوش الفرص اللي كان ممكن يحصل عليها لو منتخبنا ظهر بشكل وكمل شويه في كاس العالم. لا بس انا وجهه نظري دي مبررات يا محمد، يعني لكن دي اراء بنسمعها. دي اراء اللي اسمع، لكن انا بقول لك كمحمد صلاح كانجازات او طموحات على المستوى الفردي شايفه، على المستوى الفردي، على اللي شايفه في الاداء اللي محمد صلاح بيعمله او بيعمله في الدوري الانجليزي او مع منتخب مصر او في بطوله اوروبا، لا محمد صلاح افضل. مش هقول لك عشان في ناس تقول لك ده بيجامل، لا مش بجامل، دي حقيقه في كره القدم انت بتشوف انجازات اللاعب لانه عامل موسم غير طبيعي، موسم يعني استثنائي جدا السنه النهارده لما بياخد احسن لاعب في افريقيا النهارده، ما هو واخد احسن لاعب في افريقيا وكان في منافسه مع سادو ماني ان هو اللعيب موجود معاه في ليفربول، لكن محمد صلاح عامل نتائج كويسه جدا وكان بيرجح فرقته على طول ليفربول في الدوري الانجليزي، وكان عامل شكل كويس جدا في الدوري الانجليزي وحامل هلا وهداف الدوري الانجليزي. فبالتالي انا شايف ان اراء ظالمه ان محمد صلاح كان كنت تتمنى يحصل على جائزه من الجوائز اللي ترشح لها سواء الجائزه الاوروبيه او جائزه الاتحاد، يعني حتى محمد صلاح نفسه قال انا سعيد جدا حتى في التصريح اللي هو قاله وهو بيستلم الجائزه بتاعه الهدف، قال لك انا سعيد جدا بالجائزه دي لكن انا مستني جائزه ثانيه. حصل يعني هو كان متوقع، يعني هو كان يحصل على جائزه من الاثنين لما دخل الترشيحات سواء افضل يعني في اوروبا يعني او في العالم، يعني هو كان ياخد الاثنين، ما ياخدش الاثنين، لا ممكن تديله يعني تديله واحده تديله جائزه منها، لكن ان انا ما اخدش الاثنين لا صعب. شايف انه ظلم فيها طبعا. طيب يعني محمد صلاح الموسم ده مثير للجدل، ناس كتير بتقول محمد صلاح عليه ضغط بقى مراقب بشكل افضل، الخصوم بيعملوا حسابه او المنافسين، خطط الدفاعيه لمراقبته وايقافه في الملعب بقت اكتر بكتير، بيتعرض للعنف وده سبب تراجع مستواه، وفي اراء تانية بتقول مستواه مش متراجع، ده مستوى ليفربول الثلاثي او المثلث الهجومي مش بنفس حاله التناغم اللي كانوا بادئين بيها او بيختتموا بيها الموسم الماضي. شايف الكلام ده كله ازاي؟ يمكن انا شفت محمد صلاح اتعرض لضغط كبير جدا في الفتره اللي فاتت، كلام كتير جدا مع الاتحاد الكوره
الكوره ومع الاعلام ومع ناس. حاجه ثانيه ان فنيا الناس ابتدت تراقبه بشكل كويس، يعني الفرق تعمل له اتعمل حسابه بقى، اتعمل حسابه ان هو الناس عرفت خلاص ان ده مكمن الخطوره في فرقه ليفربول، فابتدت الناس تعمل له رقابه او تهتم بيه بشكل دفاعيا وتعمل له حساب بشكل كويس جدا. محمد صلاح يمكن انا اتفرجت على اكتر مباراه النهارده بيتعمل له رقابه مزدوجه، ان في واحد بيبقى ضاغط عليه وواحد مستني او بيبقى سبورت لزميله لو عدى من الثاني ليه. فهو ده يمكن اللي انا من وجهه نظري. لكن محمد صلاح يمكن عمل مباراه هايله امبارح مع مانشستر سيتي، عمل اداء فعلا شكل كويس محترم. حاجه ثانيه، محمد صلاح يمكن في الدوري السنه اللي فاتت في اول 3 4 ماتشات ما جابش الا جونين او 3 جوان، وبعد كده ابتدى تفتح معاه وابتدى ربنا يكرمه ويكسب. لكن 4 اهداف في اول 8 جولات، لكن محمد صلاح اول 8 جولات، لكن مستوى محمد صلاح هيرجع، ابتدى نفسيا انا يمكن انا شفته في الفتره اللي فاتت نفسيا مش زي السنه اللي فاتت. طيب هل هو عبء عليه نفسي وذهني في المباريات حجم النجاح اللي حققه الموسم اللي فات؟ لانه بيبقى داخل في مقارنه مع نفسه، محمد صلاح الموسم ده ومحمد صلاح الموسم الماضي، عايز يحرز اهداف، عايز يفضل محافظ على المنافسه على الالقاب اللي رشح اليها والجوائز اللي حصل عليها، هل ده مسبب عليه عبء نفسي في الملعب؟ قد يكون مؤثر على بشكل كبير، يعني بشكل كبير. النهارده لازم احافظ على المستوى اللي انا وصلت له. محمد صلاح النهارده زي ما قلت لحضرتك ان هداف الدوري الانجليزي، احسن لاعب في الدوري الانجليزي، فبالتالي ده مسبب له ازعاج او عبء عليه بشكل كبير جدا، ان انت لازم تحافظ عليه. تحافظ عليه ازاي؟ ان انت بمساعده الفرقه ومساعده زمايلك. النهارده في لعيبه في اوروبا ممكن تبقى غيوره شويه من محمد صلاح او ما تبصلوش او ما وده بيحصل في الكوره، وارد في الكوره، ممكن تكون عامله مسببه له حاله نفسيه ان محمد صلاح انا سمعت انه عايز يغير النادي، في طموحات ان هو يروح نادي تاني يحقق مجد بشكل كبير جدا. طيب فنيا من خلال متابعتك للقاءات ليفربول في الدوري الانجليزي، طالما بنتكلم عن نجمنا محمد صلاح، هل بتميل اكتر للراي اللي بيقول انه في غيره من بعض نجوم فريق ليفربول عايزين يحققوا لنفسهم ما حققوا نجمنا صلاح، ولا ان الجهاز الفني بدات حساباته ان كل العيون مركزه على محمد صلاح والخطط الدفاعيه بتقول مفتاح اللعب او الكي بلاير بتاع الفريق هو صلاح، فبيشتغلوا على ان لاعبين تانيين هم اللي يستفيدوا من التكتلات الدفاعيه على صلاح عشان هم اللي يروحوا يجيبوا جوان؟ ما ده شغل مدير فني ذكي. ايه اللي شايفه كلام سليم اكتر يعني؟ لا الكلام اللي انا شايفه ان يورجن كلوب يمكن عامل حاجه كويسه جدا، ان خلاص ابتدت الفرق او الفرق اللي بتلعب محمد صلاح او ليفربول بتركز على محمد صلاح، فلازم يخلق استغله بقى انه يفضي لي الملعب، يستغل فضي الملعب ان في لعيب تاني يطلع، او ان دي حاجه على فكره ممكن يستغلها بشكل كويس جدا. عنده لعيبه ممكن فيرمينيو وعنده ساد ماني ان هو ممكن يعملوا له الشكل الاسلوب، بس المشكله حتى ان من بدايه الموسم ده فيرمينيو مش في احسن حالاته، مش في حالاته التوب فور يعني، كل الناس ما هي دي النقطه، ان انا استغل لعيب تاني، استغل لعيب تاني يقدر يصنع لي الفارق، ان محمد صلاح بقى مراقب او ما يعني اللعيبه مركزه معاه بشكل كبير، ده بياخد معاه 2 و3 مدافعين، معاه 3 4 في لعيبه تانية زي ما كان في مدربين يقول لك ان انا ممكن النهارده بفتح الملعب على اساس ان حد يجي من تحت لقدام، يعني زي الهدف اللي انا جبته في الاسماعيلي ما حدش متوقع ان انا اجي كده، وان الكابتن حسام الهدف ده محمد كمان يمكن عايز اقول لك انا بتكلم على الفنيه، رؤيه الفني المدير الفني النهارده الهدف ده كان بنسبه 90% كان حسام وفليكس ابتدوا يفتحوا لي المباراه، فخدوا السرد باكين معاهم فابتدت السكه تبقى فاضيه، ففتحوا لي الملعب بشكل كبير جدا. حتى يمكن كابتن حسام حسن عملوا لي العاب لي بصيت ليش ليه، قلت له يا كابتن ما جه الجول يعني هم خدوا المساحه، هم خدوا عينيهم، الناس متوقعه ان انا مش هروح، لكن هم فتحوا لي كمان الملعب. هم حسام وفيليكس كانوا عاملين مع بعض، فممكن محمد صلاح ممكن يفضل هجومي متفاهم جدا. يعني عايز اقول لك على حاجه، يمكن انا بقولها دايما، النادي الاهلي خطورته في الراسين الحربه اللي عنده، احنا طول عمرنا بنلعب كنادي اهلي براسين حربه، ان احنا بنهد اي فرقه في الملعب، ان انت عندك راسين حربه جامدين. عندك يمكن صلاح محسن انا من اللعيبه اللي انا بقول يمكن انا شايفها مستقبل كبير جدا لمصر، مش للنادي الاهلي بس، لمصر، لانه لعيب كويس، لعيب ذكي، لعيب هداف. طب هنرجع لفريقنا ولنجومنا وللمنافسات المحليه وكمان مشوارنا في البطوله الافريقيه، عايز اعرف توقعاتك وقراءتك لمستوى الاهلي في مباراه العوده ان شاء الله امام وفاق سطيف الجزائري. بس سؤال اخير عن نجمنا محمد صلاح، هل بتميل اكتر يا كابتن محمود ان الموسم ده يبقى بالنسبه لصلاح استراحه محارب او يبقى اقل شويه مقارنه بما حققه الموسم الماضي، وان ده طبيعي ومنطقي، ولا متوقع ان كيرف اداؤه يبدا يعلى في الفتره الجايه ويدخل في مرحله الاداء اللي كان عليها السنه اللي فاتت؟ انا هو عليه تحدي كبير جدا، انا شايف ان هو يبقى متواجد ومستمر، ان انا مش ضد ان هو يقعد، الناس تقول لك يقعد وياخد استراحه، ان هو مفيش حاجه اسمها استراحه، هو يبدا، لانه يبدا محمد يمكن من مباراه امبارح الكيرف بتاعه ابتدى يعلى وكان مستواه عالي جدا وابتدى كان في خطورته تظهر، وانا اعتقد ان محمد صلاح الفتره اللي جاي وهيظهر بشكل كبير جدا وهيرجع احسن من مكان، لان محمد لعيب نفسيا، واكيد ان محمد صلاح
لعيب كبير وفهمه وخبرته او اللي تعلمه من الاحتراف ان تؤهله ان هو يرجع لمستواه بسرعه يعني. ومتوقع له يفوز بجائزه فرانس فوتبول. اتمنى ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان شاء الله. واكيد يسعدنا جميعا اي نجاح لاي نجم من النجوم المصريه في اي مجال اكيد بيسعد كل المصريين وكل المحبين لمصر سواء المقيمين في الداخل او في الخارج او كل من يعرف قيمه النجوم او العناصر المتميزه في مصر في مختلف المجالات ومنهم بالتاكيد نجمنا يعني الاوسع شهره عالميا او اللي صيته ذا عالميا لنجاحاته غير المسبوقه في عالم الرياضه او كره القدم المصريه نجمنا الكبير محمد صلاح. بنتمنى له كل التوفيق في الفتره الجايه سواء مع منتخب مصر او مع فريقه ليفربول الانجليزي. كابتن محمود ابو الدهب المنافسه الافريقيه فرص الأهلي بعد الفوز وإن احنا في نص الطريق قطعنا الشوط الأول بنجاح في قبل نهائي البطولة الأفريقية. يمكن أنا شايف النادي الأهلي يمكن عنده خبرة في البطولات الأفريقية يمكن الفترة بيعرف يتعامل كويس جدا مع الفرق الشمال أفريقيا. كان عملنا كل المباريات اللي لعبنا مع مدير فني مصر كنا ممكن كسبناها وكان الكيرف بتاعنا ابتدى يعلى بشكل كبير جدا في ماتش حورية الكيني يمكن احنا كسبنا 4-0 وعملنا نتيجه كويسه جدا. الماتش اللي بعديه اللي هو فاك الصيف من الفرق كويسه جدا عملنا نتيجه كويسه بشكل محترم. اللعيبه كان ادائها اداء عالي جدا. وليد سليمان يمكن انا عايز اقول لك على حاجه ده كان كلمه السر في النادي الاهلي مستواه بيعلى بشكل كويس جدا. كل اللعيبه كانت نجوم ادت بشكل محترم. المباراه اللي جايه يمكن النادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه بيعرف يلاعب الفرق ديت على ملعبها ان شاء الله. يمكن انا متوقع ان احنا نكسب هناك لان النادي الاهلي خبرته كبيره جدا ونادي بيلعب على البطوله ومركزين ان احنا ناخد البطوله. احنا قربنا خطوه كبيره من الصعود للنهائي ان شاء الله. وعايز اقول لك على حاجه يمكن النادي الاهلي فرقه وفاق الصيف عارفه هي بتلعب مين وعارفه النادي الاهلي بقوته بجماهيره بشعبيته كبيره جدا. فالنادي الاهلي قوي وقادر ان هو يعدي الدور ده ان شاء الله. ان شاء الله. عندنا يعني عايزين كمان نسمع تعليقك على نتائج مباريات الكاس. خلينا نقول الاول المباريات المرتقبه غدا ان شاء الله. بتروجيت مع مركز شباب تلا، امبي مع الشبان المسلمين في قنا، المصري البورسعيدي مع الجزيره في مطروح، يعني فريق الجزيره مطروح على استاد بورسعيد، وبيراميدز مع طنطا، ووادي دجله مع الجونه، الاهلي مع الترسانه يوم الاربعاء. دي مباريات الاربعاء ان شاء الله. وادي دجله مع الجونه، الاهلي مع الترسانه، مصر المقصه، ابو قير للاسمده، النجوم دي مباريات يوم الخميس، النجوم وحرس الحدود، سموحه والالمنيوم، طلائع الجيش والقناه، الاتحاد السكندري وبورتو السويس، واخيرا الزمالك مع منشيه سمنود او منيه شباب سمنود لان في غلطه بس في طباعه اسم الفريق. مركز شباب منيه سمنود، طبعا في اختصار للحروف لبعض الكلام بس مركز شباب منيه سمنود والزمالك هيكون ايضا على استاد بترو سبورت هذا اللقاء يوم الخميس. وعندنا المباراه الاهم اللي بنترقبها في مشوار الكاس في المباريات القادمه، مباراه الاهلي والترسانه ان شاء الله يوم الاربعاء على استاد السلام. نتائج مباراه اليوم يا كابتن محمود عشان تعاقب عليها سريعا، عندنا الداخليه والمنصوره وأيضا إنتاج الحربي مع الشرطة. فاز الإنتاج الحربي بضربات الجزاء الترجيحية. الإسماعيلي فاز 4-0. الإسماعيلي فاز على ناصر الفكرية 4-0. المقاولون العرب 2-0 على غزل المحلة. والمنصورة فاز على الداخلية بعد التعادل السلبي بين الفريقين بضربات الجزاء الترجيحية، وانتهت المباراة بفوز فريق المنصورة. وانتهت مباراة الإنتاج الحربي واتحاد الشرطة بهدفين نظيفين في الوقت الأصلي للمباراة. شايف ازاي نتائج مباريات الكاس وتوقعاتك لمباراه الاهلي والترسانه ان شاء يعني الله؟ يعني انا شايف ان ممكن ما فيهاش مفاجات اللي هي مباراه الداخليه، ومش عايز اقول لك ان هي مفاجاه قوي يا محمد. فرقه المنصوره فرقه كويسه جدا، يمكن انا اتفرجت على الشوط الاولاني قبل ما اجي، فرقه كويسه، فرقه محترمه، فرقه بتادي بشكل كبير. يمكن ما رهبتش فرقه الداخليه، فرقه بتلعب في الدوري الممتاز، يمكن عملوا مباراه كويسه جدا، وصلت لضربه الجزاء، كان عندها حافز انها تكسب كان بتادي بشكل كويس جدا. لكن بقت النتائج انا شايف انها طبيعيه جدا، ان انت عندك الاسماعيلي فرقه كبيره، انتاج الحربي عامل نتائج بشكل كبير جدا في الدوري الممتاز مع مدير فني محترم زي الكابتن مختار مختار، المقاولين العرب من الفرقه كويسه جدا، يمكن غزل المحله يقدر ان هو يعمل مباراه لحد ما ان هو يلاعب المقاولين بشكل كويس معاهم مدير فني محترم زي الكابتن سمير كمونه. لكن في نفس الوقت ان كل النتائج الموجوده دي طبيعيه جدا، انت بتلعب وفقا للتوقعات لكل فريقين بيتنافسوا مباراه قبل المباراه بتميل لصالح الفريق اللي فاز بالمباراه. هي ما انا بقول لك هي طبيعيه جدا، لان انت برضه يعني اتحاد الشرطه بيلعب في الدرجه الثالثه،
الانتاج الحربي. عفوا لضيق الوقت يا كابتن محمود، يعني هنتكلم بشكل عام النتائج صارت بلا مفاجاه، ما فيش مفاجاه اليوم الاول مفاجأة. لكن هو الاحترام ان انت تحترم الفريق اللي المنافس اللي قدامك، لان في مباراه بتحصل مفاجات في الكاس. فاتمنى ان ان شاء الله مباراه الاهلي والترسانه فرقه كويسه، يعني نقدر نكسب بشكل كبير جدا والناس بسرعه هذه المباراه اللي حصلت ان شاء الله. مباراه الاتحاد ان شاء الله. بنسعد بوجودك معنا دايما نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا الكابتن محمود ابو الذهب. للاسف وقتنا مش هيتسع للمزيد، لكن بتسعدنا دايما بوجودك معنا على شاشه. انا كفايه ان انا موجود مع حضرتك، وانا ببقى سعيد جدا معاك وشرفنا. بشكرك جدا وسعداء بمشاركتك معنا النهارده في الاهلي الليله. مشاهدينا ابقوا معنا، فقراتنا مستمره. بشكر حضراتكم على المتابعه ونهايه هذا الحوار، ولكن فقرات الاهلي الليله مستمره بعد الفاصل. زي ما قلنا لحضراتكم زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي مع نجوم فريق الكاراتيه، ابطال النادي الاهلي، مش بس نجوم كرة القدم، نجوم على كافة المستويات وفي الرياضات واللعبات المختلفة وفي كافة المراحل العمرية، رجال وسيدات، منافسات صغار وكبار. النادي الأهلي دائما له الصدارة ومتفوق فيها على كافة المستويات القارية والعربية والمحلية، ومزيد من التوفيق لنجومنا في كافة الرياضات إن شاء الله. بعد الفاصل زميلي العزيز خالد العوضي ومعاه نجوم الكاراتيه في النادي الأهلي، المدير الفني للكاراتيه في النادي الأهلي أيضا الكابتن خالد العوضي، يستضيف كابتن خالد فضل وعدد من أبطالنا علي الكومي وإسلام حسني ومريم صلاح وياسمين الهواري من نجوم ونجمات فريق الكاراتيه في النادي الأهلي. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. في الفقره العاب الاخرى دايما بنقدم الجديد، دايما بنقدم ابطالنا، دايما بنشوف ابطالنا وهم محققين ميداليات في مراكز كبيره، مركز اول ومركز ثاني ومركز ثالث، دايما بنطالب ابطالنا بالذهب. لكن معانا النهارده ابطال من نوع خاص، ابطال لعبه قتاليه، وهي لعبه قتاليه الوحيده اللي جوه النادي الاهلي، وهي لعبه الكاراتيه. دايما مشرفينا، مشرفينا على المستوى العربي والمستوى الافريقي والمستوى العالمي وكل حاجه. قريب جدا هتكون في الاولمبياد، نتمنى لهم ان شاء الله باذن الله ان هم يتواصلوا ويحصدوا ميداليات اكتر في المرحله اللي جايه. معانا المدرب كابتن خالد فضل. مساء الخير يا كابتن خالد. مساء النور كابتن خالد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ والله الحمد لله تمام. الحمد لله كابتن خالد. الكاراتيه بخير؟ كله بخير الحمد تمام. لله. ومعانا كابتن مريم صلاح. مساء الخير يا كابتن مريم. اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. لابسه احمر النهارده؟ شجع الاهلي قوي؟ قوي. مفيش هزار. تمام. ومعانا كابتن اسلام حسني. مساء الخير يا كابتن اسلام. مساء النور، اهلا بحضرتك. ومعانا كابتن علي الكومي. ايوه اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن علي، هنبدا من عند حضرتك وهنتكلم على، انا لسه كنا بنتكلم عن بطولات العالم القديمه اللي هي كانت في اندونيسيا. تمام. وكنتوا انتوا ثلاثه متواجدين هناك. تمام. وحصد ميداليات في مراكز الاولى. تقول لي ايه على بطوله اندونيسيا اللي حصل فيها؟ والله بطوله اندونيسيا دي كانت من اقوى البطولات. هو عامه المين ايفنت بتاعنا في السنه بيبقى بطوله العالم، بنبقى شغالين طول السنه على الايفنت ده. فاحنا الحمد لله في اندونيسيا عرفنا ان احنا نحصد عدد كبير جدا من الميداليات، وكان انجاز تاريخي لمصر. زي ما متعودين دايما في الكاراتيه ان احنا مصر كانت طلعت ترتيب عام تاني. وده كان حاجه كويسه جدا ومشرفه جدا. البطوله طبعا كانت صعبه، انت عندك لعيبه من كل البلاد العالم كلهم ابطال. المنافسه كانت صعبه، بس احنا الحمد لله كنا قدها وقدرنا ان احنا كل واحد في المكان بتاعه يحصد الميداليه بتاعته، وده كان التارجت بتاع اللعيبه كلها. بالظبط بالظبط. كابتن خالد، لو بصينا لبطولات الكاراتيه وبصينا لعيبه النادي الاهلي، انا عارف ان لعبه الكاراتيه لعبه اعضاء 100% في النادي الاهلي. ده حقيقي، مفيش حد ما ناخدش حد من بره النادي، الكلام ده مظبوط؟ ده حقيقي مظبوط. طيب احنا دايما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جهاز يعني مكتمل الجوائز او مكتمل المراكز ما شاء الله، ودايما بنحصل بطولات افريقيا والعربيه وبطولات العالم. قول لي التكوين ده حصل ازاي في النادي الاهلي؟ وحضرتك في منظومه من ضمن منظومه النادي الاهلي منظومه الكاراتيه. تمام. منظومه الكاراتيه منظومه كبيره قامت على رئيس جهاز ومدير جهاز ومدير فني ومدربين. تمام. بدا الامر اتخذ قرار ان الاعتماد على لعيب النادي الاهلي الاعضاء العاملين فقط. تمام. مش عايزين اعضاء رياضيين. حصل من هنا اتبنى قاعده ناشئين وناشئات. مجالس الاداره على مدار العصور النادي الاهلي ساعد الجهاز الفني انه يقدر ينتج لعيبه دوليين، وفر للجهاز
احتكاكين في السنة دولي، من ضمنهم طلع إسلام وطلع مريم وطلع علي القومي وطلع الدكتورة جيانة وطلع الدكتور مهند. دكتور مهند بجدي عضو مجلس الإدارة دلوقتي. ده حقيقي. تمام. ده أصفر قبل ما تدينا فرصة المنتخبات الاحتكاكات، فكان ثابت للنادي الأهلي احتكاكين دوليين في السنة. دول فرقوا مع لاعبتنا ما شاء الله. احنا مش تلات أبطال العالمين إسلام وعلي ومريم، احنا ابتديناهم بالدكتور مهند وهو القدوة للعيبة كلها، ثم الدكتورة جيانة، ثم في كريم أبو عيطة، محمد رمضان، مريم، علي القومي، إسلام، أسماء كبيرة، أسماء كتيرة جدا. فالمنظومة طلعت أبطال عالم، وإن شاء الله بإذن الله يكونوا أولمبيين بإذن الله. فالجهاز تعب قوي على مدار كبير قوي عشان يبقى فيه منظومة. ولو سمحت لحضرتك كابتن خالد أقول فضل. إن كيان النادي الأهلي ككل في الرياضة أنا بعتبره مش كيان، أنا بعتبره دولة الرياضة. دولة الرياضة. النادي الأهلي دولة، دولة الرياضة بالنسبة لمصر. يعني رأس الهرم ثم المنظومة كل الأجهزة الفنية، هو اتحاد جوه اتحاد. كل ده بيساعد الفرق جوه النادي الأهلي إنها يبقى عندها أبطالها الدوليين اللي بتغذي بيهم منتخبات مصر. فمنظومة الكاراتيه منظومة من ضمن الأجهزة الفنية اللي في دولة رياضة النادي الأهلي. دكتور مراد عاصم رئيس الجهاز على مدار السنين اللي فاتت تعب عشان يعمل قاعدة لعيبة وقاعدة مدربين محليين ودوليين، وكمان أنتج لنا الدكتور مهند عضو مجلس إدارة. فالمنظومة طلعت لعيبة دوليين مدربين دوليين، ثم أنتجت في النهاية الدكتور مهند اللي هو ضمن منظومة الكاراتية عضو مجلس. بتشرفوا بيه تماما في ابنكم. هو حبيب الملايين. دي حقيقة. هو قدوة لكل شاب مش داخل النادي الأهلي في الكاراتية بس، خلقا، رياضيا، 4 مرات بطل عالم ما شاء الله. فهو مثل أعلى للعيبة النادي الأهلي ولعيبة الكاراتيه في منتخب مصر وكاد يكون في الوطن العربي. فمنظومة كبيرة قوي بتيجي تحت المسمى الكبير دولة النادي الأهلي الرياضي. مريم قولي لي، بطولة عربية أخبارنا إيه؟ عملنا إيه في بطولة عربية؟ قولي لي بقى كده الإنجازات وإيه اللي حصل فيها؟ الحمد لله جبت أول. ما شاء الله. كسبنا مين بقى؟ كسبت، هي بتبقى بطولة عربية فيها الدول العربية كلها يعني. أنا كسبت العراق ولبنان. عامة البطولة العربية بيبقى يعني ليها، أما كنا على أرضنا بيبقى ليها بريشر مختلف شوية، علشان أي ميدالية غير الأول بتبقى أكنها مش ميدالية بالظبط. بس فده كان البريشر يعني في الموضوع. بس البطولة كانت قوية، احتكاك كويس. بس طب قولي لي مريم، الماتش الصعب اللي انت حسيتي الماتش ده قريب معاكي؟ ما حسيتش قوي كده في البطولة العربية. يعني كنت جاهزة نفسيا للبطولة. كابتن خالد كان شغال معايا قبليها في النادي شبه يوميا بنتمرن. ففي البطولة الحمد لله يعني ما واجهتش في البطولة العربية يعني ما واجهتش صعوبة قوي يعني. لكن بتقابلي في المستوى العالمي. المستوى العالمي هو ده المستوى اللي احنا بنترجت دايما. ما شاء الله. اسلام، دلوقتي احنا مش بنترجت بطولة عربية وبنترجت مستويات عالمية. قريب جدا ان خلاص لعبة العاب الكاراتيه هتخش الاولمبياد. شايف ايه لما تخش الاولمبياد؟ دايما بيقولوا احنا بنكون ابطال عالم في لعبة، ولما تخش الاولمبياد الدنيا بتختلف. قول لي شايفها ازاي؟ هو الموضوع ده فيه جزء صح، لان الالعاب اللي قبل ما تخش الاولمبيه في دول كتير ما بتهتمش بالالعاب دي من كل الاتجاهات، يعني كدعم مادي واعلامي وكده ما بيبقاش موجود في الدول، معظم الدول في الالعاب الفرديه خصوصا الالعاب اللي هي مش اولمبيه ما بيسلطوش عليها الضوء. بتبدا بقى الدول بره لما تخش اللعبه دي تخش اولمبيات، بيبدا الدوله ان هي بتهتم جدا بالميداليات دي، وده ظهر عندنا من السنه دي في الكاراتيه. احنا اعلنا لعبه اولمبيه حوالي من سنه. من السنه دي بدا دول كتير تظهر على منصات التتويج ما كانش ظاهره من سنين فاتت. دول شرق اسيا ودول امريكا بدات تظهر، ما كانتش موجوده عندنا في الكاراتيه. فده هيبقى تحدي كبير جدا للعيبه المصريين. ان احنا واحنا متعودين دايما ان احنا
الحمد لله بأقل الإمكانيات بنقدر نوصل لمستوى كبير جدا ومستوى مشرف يعني. فإن شاء الله يعني التحدي هيبقى كبير بس إن شاء الله ربنا معانا. متوعد بإذن الله إن شاء الله إحنا قد. علي قول لي حققت كم بطولة مع النادي؟ مع النادي الأهلي الحمد لله من صغري من وأنا عندي 10 سنين دايما بحقق القاهرة وجمهورية. الحمد لله برضو لما دخلنا المنتخب كان دايما النادي الأهلي واقف ورانا. حققت مع المنتخب انا جايب اول بحر متوسط سنتين على التوالي ما شاء الله. اول عرب سنتين على التوالي برضو اول كاس عالم. الحمد لله البطولات دي كان دايما المنتخب واقف ورانا. النادي الاهلي كان واقف ورانا. دكتور مراد عاصم دكتور محمد حسن كان بيكلمنا في التليفون شخصيا يشجعنا. طبعا ما اقدرش انسى فضل المدربين اللي كانوا بيقفوا ورايا. فالحمد لله يعني هي منظومه كامله بتخلينا نوصل للنجاح ده اللي احنا عاوزينه. لازم لما اشوف بطل عالم اساله سؤال مهم، هو انت رحت ملعب الكاراتيه ازاي؟ يعني وصلت الملعب ده ازاي؟ من صغري يعني. من صغرك رحت ازاي؟ يعني دخلت الملعب انا لعيب هاندبول اتبسطت قعدت في الهاندبول وقعدت مع اصحابي. انت رحت ملعب الكاراتيه ازاي؟ وصلت الصاله ازاي؟ انا بدات الموضوع ده من وانا عندي 4 سنين، انا ليا اخ اكبر مني هو كان بيلعب بلس كمان ان انا بابا يعني كان بيلعب رياضات كتيره جدا فهو كان مشجع حته الرياضه دي جدا وكان دايما واقف ورانا. بابا وماما فهو من ساعه ما كنت بشوف اخويا ان هو اخويا كان ابتدى بالكاراتيه ابتديت اشوف بروح معاه الصاله زي اي طفل صغير وقعد يجرب الحركات ويعمل وشطان بقى في لو عايز تضرب بقى وتتخانق وكده صح؟ فالموضوع ابتدى كده يعني حبيت اللعبه حبيت ان هو هي الرياضه نفسها اسمها الدفاع عن النفس دي حقيقه مش ان انت بتبلطج على حد بقى وكده انت بتلعب كاراتيه ولعبه عنيفه وكده لا انت بتدافع عن نفسك بتعرف ازاي تدافع عن نفسك بطريقه راقيه فهي ابتديت ان انا عجبتني اللعبه كان المجتمع اللي فيها كان كويس قوي يعني منظومه هي منظومه بالظبط منظومه دي حقيقه فده اللي خلاني ان انا حبيت اللعبه وكملت فيها لحد دلوقتي يعني هايل مريم لازم نتكلم هنتكلم على الابطال هنسيب كابتن خالد شويه بس هنكلمه طبعا في حاجات مريم قولي لي دور الاسره اكيد احنا زمان كنت بروح وكابتن خالد كان بيروح لوحده ملعب غيركم خالص قولي لي دور الاسره معاكي هو بابا وماما الصراحه بيعملوا مجهود جبار جبار بجد طب بقول لك ايه هسالك بس انا خريج كلمه والله بس هو سؤال دايما بيراودني لو غلطتي في حاجه بيقولوا لك ايه يعني قولي لي كده بقى في قاعده في البيت وكلام وزعيق وكده ولا ايه لا يعني مش قوي كده يعني طيب بس على حسب لو يعني قبل البطولات قوي بيبقوا حريصين انهم يوفروا لي جو مناسب ليا يعني يحضروا معايا تماريني يشجعوني نفسيا حتى لو يعني بيسيبوا دور التوجيه وكده للكباتن بس دايما بيبقوا معايا في ظهري في كل حاجه يعني بس بيروحوا معايا كل حته مش بيسيبوني خالص يعني خالص عندك اخوات مين محمد صلاح هو برده بطل عالم زي كاراتيه تمام واخويا بقى الصغير احمد لسه ان شاء الله وناوي برده بتزقيه على بلعب الكاراتيه يعني طب لو راح لعب كوره هتقولي له حاجه لا عادي هو حر هتسيبيه مش لازم كل يلعب كاراتيه كابتن خالد دور مهم جدا لاولياء الامور او اعضاء النادي ودي حقيقه غيرنا زمان يعني زمان انا وانت كنا نروح الملعب ده حقيقي لوحدينا لكن دلوقتي بقى في دور او دور فعال ودور مساعد لاولياء الامور تقول عليهم ايه؟ ولي الامر تعبان جدا فاحنا اي مكسب لعلي او لاسلام او لمريم او لاي لاعب في النادي احنا بنهديه الاول لولي الامر لان هو تعبان جدا واحنا يعني كولي امر شايف المعاناه ان هو يروح شغله ويجي يودي ابنه وحطه تحت ستريس ولكن ساعات بيتجه الى السلبيه ايوه هي الحته دي المهمه بقى بالظبط ده حقيقي يعني الايجابيه ان احنا فعلا بنشوف تعبهم وحرصهم على اولادهم وعايزين ولكن السلبيه بتيجي بان هو عايزه يعني عايز كل حاجه زي ما هو عايز كولي امر مش قادر يشوف ان في منظومه ليها كيان جوه دوله الرياضه النادي الاهلي ان كل حاجه ليها مسؤولينها فهو انا شخصيا بعذرهم لان ولي الامر حابب ابنه يكون كويس طبعا باي طريقه ولكن تدخلهم ساعات بيؤدي الى السلبيه والسلبيه دي بتؤدي الى مشاكل تدريب ممكن المنتال هو بقى المدرب هو اللي هيشوف كل ده بتيجي دايما بتيجي على اللعيب السلبيه دي بتيجي على اللعيب مش بتيجي على المدرب هو هتيجي على المدرب برضه لانه هو اللي هيعالج ده هيعالج اللاعب ازاي من المنتال يخرجه للحاله دي ان هو يوصله لحاله الاستقرار عشان يرجع للوضع كما هو عليه
ولكن يعني هو مش الغالبيه العظمى عشان الواحد يكون امين. زحية. مش الغالبيه العظمى, في ناس بتبقى متفهمه جدا وتبقى قاعده مشاهد وشايفه ان زي ما هو مسؤول في عمله وما بيخليش حد يتدخل فيه. بالظبط. هو ما بيدخلش. ولكن برضو انا بعذر الناس اللي بتتدخل من منتهى الحرص على ابنهم, بس يعني ده بيبقى بزياده شويه بيؤدي الى سلبيات على اللاعب. عايز اقول بصراحه, اتفضل اتفضل, لازم اقوله للناس, يعني بقول لكم مفيش مدرب في الدنيا عايز يخسر, مفيش مدرب في الدنيا في لعبه فرديه عايز 10 لعيبه لازم يكونوا 10 ابطال عالم. صدقوني المدرب اللي واقف جوه الملعب ده عايز كل لعيبته يكونوا ابطال وكل لعيبته يجيبوا مراكز, بس هي مش هقول قدرات, هي بتحصل فوارق, ممكن تكون حالات نفسيه, ممكن تكون اي حاجه, ولا يا كابتن؟ ده حقيقه, بتفق مع حضرتك كابتن خالد, لان هو الاستعجال على الولد او البنت ان هو عايزه بطل, وعفوا ممكن يكون ناظر لولد جنبه تايبا, هي زي ما حضرتك قلت قدرات, هو ربنا كاتب له كده ان هو صح. ده توقيته, هو ده ده توقيته, هو ده اللي عايزين نقوله للناس, توقيت ابنك جاي. بالزبط. بس يسيبه يمشي الستبس عشان ما يتحرقش. لان لو احنا استعجلنا هيتحرق ومش هيبقى موجود في مجال الرياضه. واحنا مكسبنا الوحيد ان احنا نخلي كل ولاد النادي الاهلي بيلعبوا رياضه, لان هو ده هدف ان احنا نحميهم من اي شيء, ده الهدف الاسمى, ده حقيقي, دي حقيقه. قول لي يا علي, بطولاتنا ايه في اللي جاي؟ عندنا ايه داخلين عليها؟ ايه المراحل اللي جايه اللي داخلين عليها؟ هو احنا المفروض كنا بنحضر لبطوله العالم. كويس. بس حصلت ظروف ما ان ممكن احتمال ما يبقاش في سفر لبطوله العالم. البطوله الجايه المفروض في السيزون الثاني المفروض بنبتدي بطولات محليه. كويس. ايه البطولات المحليه؟ البطولات المحليه زي الدوري المصري, ده اهم حاجه, بطوله كاس مصر, بطوله الجامعات, ده في المحلي. بالنسبه بقى للحاجات الدوليه المفروض نتيب بطولات, بنتمنى ان طبعا النادي الاهلي يدعمنا في الموضوع ده, بطولات السيريس ايه, بطولات البريم ليج, الكلام ده كله بنبتدي بيه. وطبعا بنوصل في نهايه السيزون برده لبطوله العالم, دي بتبقى المين ايفنت بتاعت السنه كلها, وده اللي احنا بنامل ليه. يعني طبعا احنا املنا كله باصين دلوقتي على الاولمبياد 2020, ربنا اكرمنا كلنا فيها يا رب, وده اللي شغالين عليه يعني من دلوقتي, ربنا يكرم ان شاء الله. قول لي يا اسلام, دلوقتي اللي جاي عندنا في فرق منافسه اكيد في مصر, مين اللي الفرق اللي بتنافس النادي الاهلي في منظومه الكاراتيه؟ مين الفرق اللي بتنافسنا؟ مين الفرق اللي بتنافس على مستوى الكات احنا؟ يعني الحمد لله الاهلي ملوش منافس, احنا بقى لنا 9 سنين على التوالي. انا كنت عايز اقول لك كده بس انا مش قادر اقول كده بصراحه. لا هو يعني لازم عارف لازم بس فعلا لازم في حد لازم الناس تعرف. لازم الناس تعرف فرقتها فين. اتفضل. احنا كفرقه رجال كاتا نادي الاهلي بقى لنا 9 سنين ما شاء الله على التوالي, بندرع الدرع ما خرجش من عندنا, اللهم لا حسد يعني. ما شاء الله 9 سنين. تمام. ومن اصل 13 مسابقه احنا خسرانين 2 بس, مره جبنا تاني ومره جبنا ثالث بس, ده من بدايه تكوينكم, من بدايه تكوين الفرقه من اجيال سبقتنا كتير. كويس. 9 سنين متتاليه احنا الاول, انا حضرت منهم اخر 5 سنين, بقالي 5 سنين ما واقدر اقول لحضرتك ما فيش حتى تنافسيه على الملعب, احنا ماتشاتنا بتخلص في الاعلام لما 5 حكام قاعدين ماتشاتنا. أيوة. بتخلص 5-0, ما فيش منافس للاهلي في معظم الالعاب مش الكاراتيه بس. ما شاء الله. بس يعني ما شاء الله يعني. طيب هنخرج من التنافس المحلي وهنخرج على المستوى الاكبر شويه الافريقي, مين بينافسنا؟ المستوى الافريقي ممكن نلاقي دول زي الجزائر, تونس, بس برضو مش بالقوه زي ما كابتن مريم قالت. حتى في البطوله العربيه ما نقدرش نقول احنا جايبين مثلا, احنا الفرق بيننا مركز, احنا مصر خدت ترتيب عام اول, فرق بيننا وبين المركز الثاني 10 ميداليات ذهب ما شاء الله. ف على مستوى احنا بننافس كمصر وخصوصا في لعبه الكاراتيه, احنا موجودين ممكن نقول ثاني او ثالث دوله في العالم, يعني منافسينا دول مثلا زي اليابان اصل اللعبه, او مثلا مثلا تركيا في بطوله من بطولات, فرنسا, الكلام ده, انما احنا متربعين على العرش بقالنا كتير يعني الحمد لله في اللعبه محليا ودوليا ما شاء الله. بص مش عايزين اللهم حسب, بس انا هستناك في الفترات ان شاء الله. عفوا مريم, قولي لي بتدرسي ايه؟ بتدرسي ايه؟ في هندسه عين شمس. ما شاء الله, مهندسه زي طب الحمد لله. قولي لي ازاي بنوفق بين الدراسه وبين بطله العالم؟ هو في اوقات حاجات بتيجي على حاجات, بس بحاول يعني اوفق في الوقت وكده, يعني عمري ما حسيت ان الحاجتين جم على بعض الصراحه, يعني على طول ببقى يعني بعرف اوفق يعني على طول. بتعرفي توفقي بين الاثنين؟ كابتن خالد قول لي, شايف المرحله اللي جايه بالنسبه لابطالنا
عشان نوصل للأولمبياد. لأن زي ما إسلام قال نقطة مهمة، بنختلف الدول هتيجي تخش على الأولمبياد هتختلف. شايف المرحلة دي إزاي في السنتين الجايين؟ هو أوريدي مجلس إدارة النادي الأهلي وافق إن في ميزانية للاعيبي النادي الأهلي اللي هم مصنفين ضمن الخمسين اللي هم يشاركوا في السيريس اي والبريمير ليج. ده اوريدي موجود. هل ممكن القاعده تتفتح للكاتا؟ لان هو كان على الكوميتيه، لان الاولمبياد هيبقى فيها كوميتيه ما فيهاش كاتا. كويس. ف احنا اوريدي النادي الاهلي مش متاخر عن ده بامانه شديده. في ميزانيه بادجت محطوط ان لاعبتنا اللي مش هتطلع مع المنتخب وجوه الخمسين النادي الاهلي هيطلعهم على حسابه. تمام. فده طريق للأولمبياد بداية، لأن كل شهر في بطولة. إذا الاتحاد طلع البطولة دي أوكي، ما كانش يبقى النادي الأهلي يطلع. إحنا أقرب حد بالنسبة لنا جوه النادي الأهلي للأولمبياد هي الدكتور رجيان، لأن هو على الرانك الأولمبي اللي لسه نازل تقريبا من أسبوع، هو أول حد، بس مشوار طويل جدا. لسه 2019 كلها بريمير ليج وسيريس إيه. فبأيد طلب علي ان احنا اذا كان البادجت اوريدي موجود فاحنا نزود البادجت تشارك الدكتوره جيانا في السيريس اي والبريمير ليج، والابطال برضو اللي هم قريبين اللي ممكن من السيريس اي اقدر اخش جوه الخمسين. في مريم موجوده، في ابطال الكاتا علي واسلام يقدروا يشاركوا، في احمد اشرف، في مين تاني في البنات، كل ابطال يعني اي شام، كل ابطال اعتقد الكاراتيه مليء بالابطال. احنا ما شاء الله يعني صاله الكاراتيه جوه النادي الاهلي، نتمنى ان احنا كمان فوق المدرجات نحط صور ابطالنا. صراحه حاجه مشرفه جدا. والواحد الصاله دايما يدور كلها ابطال كاتا وابطال كوميتيه ما شاء الله. فالنادي الاهلي مش بخلان بده فعلا، في بادجت. محتاجين بقى ان احنا اذا 2020 دخل الاولمبياد الكاراتيه نرجع. انا نفسي في ده بصراحه، لان ده عمل طفره مع لاعبتنا كلها، ان يبقى معمول حساب منظومه الكاراتيه في السفريتين الدوليتين وتحط لها تقنين، لان ده فعلا هو اللي انجب الدكتور مهند وانجب الدكتوره جيانا وانجب علي وانجب اسلام وانجب مريم وانجب كريم، محمد رمضان، ايه، محمود، يعني انجب كتير. فانا بتمنى ده بامانه وبضم صوت للصوت. اعتقد ان مجلس اداره النادي الاهلي دخل على الفرق الرياضيه كلها وبيدعمها كل الدعم، وهيدعمها في اللي جاي باذن الله. الوقت سريع، اتاخرنا، معلش الطريق كان انا عارف، بس لازم نقول كلمات سريعه. كلمه لجمهور النادي الاهلي عشان يجي صاله الكاراتيه ويشجع ابطال الكاراتيه ابطال العالم. كلمه ليهم، ادعموا كل الالعاب. يعني الجمهور ساعات بيروح ماتشات لفرق كتير، احنا مش هنخذلكم، عمرنا ما خذلناكم كاجيال كلها. ابداوا اعرفوا عن اللعبه واحضروها، هنشرفكم كتير قوي في البطولات المحليه، وهتسمعوا عننا كتير. يعني ان شاء الله يكون احسن ان شاء الله. اسلام، كلمه اخيره للاسره مريم. هقول لهم شكرا بجد، من غيركم ما كنتش هبقى هنا او ما كنتش هوصل لوصلت له. كلمه اخيره للجهاز الفني للكاراتيه. طبعا احب اشكرهم وعلى الدعم اللي هم دايما دعمهم لنا، داعمين دايما لينا يعني، واحب ان هم دايما ان شاء الله مش هنخذلكم ودايما ان شاء الله في تفوق. كابتن خالد، كلمه اخيره من حضرتك لمجلس اداره النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي، انا قلت في بدايه الحلقه ان هو مش كيان، لا هو دوله الرياضه في مصر وقد تكون في الوطن العربي والافريقي. بنشكرهم على دعمهم دايما، وبنتمنى لهم دايما التوفيق، ونتمنى مزيد من الدعم لمنظومه الكاراتيه في النادي الاهلي. انا بشكركم شكرا جزيلا جميعا. معلش الوقت سريع، انا كنت اتمنى اقعد معاهم، دول ابطال عالم لازم نفتحهم حلقات تانية، هيكونوا موجودين معانا. بشكركم جميعا، شكرا كابتن خالد، كابتن مريم، كابتن اسلام، كابتن علي، ودايما على تواصل مع كل الالعاب الرياضيه، ودايما مستمرين في انجازات الالعاب الرياضيه والفرق الرياضيه ونجوم الفرق الرياضيه في النادي الاهلي. استنونا كل يوم من السبت للخميس من الساعه 7 ل 10 والاهلي ليله. شكرا والى اللقاء.